اهلا بكم عشاق ومتابعي بوكس تو بوكس وحلقه جديده. النهارده حابب ابلغكم اعتذار الاستاذ محمد شبان عن التواجد معاكم النهارده لاصابته بوعكه صحيه خفيفه، وان شاء الله بكره يتواجد معاكم في يوم رياضي حافل، يعني يوم غير عادي بكره مليء بالاحداث الرياضيه. كلنا طبعا متذكرين انجازاتنا في امم افريقيا، خلاص اجواء امم افريقيا بكره قرعه امم افريقيا ان شاء الله هنتكلم عنها بالتفصيل، وكمان المنتخب ان شاء الله بكره هيبدا اولى مواجهاته في معسكر الامارات بمواجهه زامبيا، وبعد كده المباراه المرتقبه مع المنتخب الجزائري. زي ما قلت لحضراتكم الناس كلها في يعني خلاص الاهتمام بالمنتخب الوطني، اعتقد بكره كل الناس بتتابع سواء القرعه او مواجهه المنتخب الهامه بكره. خلينا نتكلم عن أمم أفريقيا اللي هي مصر فازت بها 3 بطولات على التوالي، البطولة المحببة كلنا بكرة هنشتم أجواءها من خلال القرعة، ونتمنى أنه إن شاء الله أنه مصر يكون لها نصيب وتحقق الفوز باللقب، لأن احنا مش ناسين أمم أفريقيا والإنجاز اللي حصل على في 3 بطولات على التوالي، وكمان مش احنا بس اللي مش ناسين، كمان الكاف بيحتفل النهارده بانجاز مصر وبانجاز الكابتن حسن شحاته، على الحساب الرسمي بيحتفل بتتويج المعلم حسن شحاته ل3 كؤوس. كابتن حسن شحاته صاحب الانجاز التاريخي للمنتخب الوطني، الكابتن حسن شحاته تاريخ عظيم في كره القدم يستحق التكريم من الكاف وكمان من الفيفا ومن الاتحاد المصري. كابتن حسن شحاته يستحق ان هو في كل حدث لازم اسمه يبقى موجود لما حققه من انجازات عظيمه. النهارده معانا واحد من جيل العظماء، جيل اللي حقق الانجازات والبطولات امم افريقيا على التوالي، تواجد 2006 و2010 وحرمته الاصابه من التواجد في 2008. معانا اخطر خطير النجم الكابتن احمد عيد عبد البالك محلل اي تي سي. اهلا بك يا نجم. اهلا بيك يا استاذ بنور حبيبي، ربنا يخليك. شعرت كده اجواء امم افريقيا بكره القرعه والتصفيات بتاعت المؤهله لكاس العالم وبعد كده خلاص البطوله في يناير المقبل؟ اه طبعا، يعني ما يعني هي اجواء بطوله الامم الافريقيه في الفتره ديت. بس قبل ما نتكلم على اي حاجه، يعني عايز بس مقدمة كده اقول كلمتين حاجه سريعه كده، هي مش سريعه، حاجه الناس العالم كله مهتم بيها دلوقتي. طبعا قلوبنا مع اخواتنا في غزه، وربنا يرحم شهدائنا في غزه، وربنا يثبتهم طبعا ضد الاحتلال والكيان المحتل لغزه، وان شاء الله ربنا ينصرهم ويقويهم، ولا نملك الا الدعاء ليهم في الفتره الحاليه، واتمنى التكاتف من الكل ان شاء الله مع غزه، وان الكلمه بس بتفرق كتير جدا معاهم، ومع ترفع من روحهم المعنويه وتخليهم معنوياتهم في السماء. وصاحب القضيه دايما، هو صاحب القضيه دايما بيبقى اقوى في اي وقت، بيبقى ليه حق في كل حاجه. ان شاء الله ربنا ينصرهم ويقويهم. طبعا نتكلم على موضوع كاس الامم، او ندخل في كاس الامم او المنتخب. انا عاوزك الاجواء بقى يعني قبل نفكر الناس، لانه انا اشعر المره دي يا كابتن يعني الماتش اللي فات ماتش تونس ما كانش فيه الاهتمام اللي موجود المره دي بالمعسكر الامارات، ماتشين زامبيا وبعد كده الجزائر والقرعه، فتحس الناس بدات تدخل اجواء المنتخب. يعني انا شاعر حتى على المستوى الشارع الرياضي والجماهير، الناس بدات تتكلم عن المنتخب وبدا الاهتمام مع المنتخب، ماتش زامبيا هنعمل ايه، هيكون بروفا لماتش الجزائر، مواجهه الجزائر زي، لانه الناس اتصدمت من ماتش تونس. يعني الناس شعرت انه ماتش تونس يعني ما كانش فيه الاهتمام المتواجد، والناس كانت متوقعه فوز كبير، لكن الناس صدمت من نتيجه مباراه تونس، فالناس انتبهت للمنتخب. انا عاوز بس الاول اشارك حضرتك في التهنئه للكابتن حسن شحاته بتتويجه ب3 كؤوس بالبطوله امم افريقيا، وان شاء الله تكون دي يا رب يعني التهنئه القادمه تكون من الكاف ان شاء الله للتاهل لكاس العالم والفوز بالبطوله الافريقيه. طبعا كابتن حسن يعني انا يعني الكلام عليه يعني اللي هقوله مش هيضيف له حاجه، طبعا ده حاجه من ما اقل حقوقه، هو بقى له فتره كبيره جدا الناس عارفه مين هو كابتن حسن شحاته، لكلامي ولا هيقدم كتير ولا هياخر، بس هو طبعا بتمنى له التوفيق دايما، وشخصيه من الشخصيات الجميله اللي الواحد يتعامل معاها، وقدر يضيف كتير لمنتخب مصر وقدر يحقق انجازات غير مسبوقه، فطبعا دايما ما هنفتكره ودايما الشعب المصري كله هيفتكروا، ومشجعين المنتخب المصري في كل الدول العربيه هتفتكروا دايما بالخير، فان شاء الله تبقى كمان تهنئه للمنتخب المصري الفتره الجايه بالفوز بكاس الامم اللي جايه باذن الله، ويبقى في تكريم لكابتن حسن من خلال الدوله المصريه او اتحاد الكوره او المسؤولين على الرياضه في مصر باذن الله. 2006 كابتن، وانت كنت احد النجوم
كانت الاجواء بقى والمنتخب مسافر وكان ابتعاد لفترات طويله عن تحقيق اللقب، كانت الاجواء ايه؟ وكان يعني ما كانش كتير متفائل انه مصر تقدر تحقق البطوله. بص، بطولة 2006 خصوصا كان لها ظروف خاصة، كان المنتخب لسه بيتجمع، كابتن حسن كان لسه بيعمل توليفة جديدة للمنتخب من خلال الناس اللي عندها خبرات، اللي هو الجيل الأقدم، اللي أقدم من الجيل بتاعي، اللي هو مثلا جيل كابتن أحمد حسن، عبد الظاهر السقا، كابتن عبد الظاهر السقا طبعا مع حفظ الألقاب الحضري، الناس اللي موجودة اللي كانت كبيرة اللي لعبت منتخبات قبل كده، وبعد كده الجيل اللي هو بتاعنا هو إبراهيم سعيد والمجموعة اللي هي مواليد 80، وبعد كده جيل المنتخب اللي هو كان مع كابتن حسن في الأساس، اللي هو كان القوام الرئيسي لمنتخب مصر، منه اللي هو جيل 83 اللي هو حسني عبد ربه واحمد فتحي والمرحوم محمد عبد الوهاب وعمرو زكي وعماد متعب، كان الجيل ده كله كان موجود، هم كانوا اساس المنتخب في الفتره ديت، فهو بدا يجمع. اللي انت بتقولها دي يا كابتن احمد انا فاكر كويس، والناس تقول لك يعني المنتخب لو حقق وصل لدور الثمانيه هيبقى يعني كويس، ما كانش برضو الاجواء السفر الناس متوقعه ان المنتخب انا بكلمك يقدر حد زي كده. انتوا كنتوا شاعرين بايه يا كابتن في احنا التجمع؟ احنا قبل البطوله في التجمع يمكن احنا لعبنا ماتشات وديه كتير قبل البطوله، من وقت ما الكابتن حسن كان موجود وانا في الفتره ديت، من اول مباراه كنت موجود معاه، من مباراه بلغاريا واوغندا كانوا اول ماتشين للكابتن حسن يمسكهم ماتشات وديه، كان بعد رحيل طردلي، وبدانا نلعب تصفيات كاس العالم اللي هي كنا بعدنا شويه في الفتره بعد رحيل طردلي، بعدنا عن المنافسه، قدرنا نكسب بعدها ليبيا والسودان وتعادلنا مع الكاميرون في اخر التصفيات، وكان سبب من اسباب خروج الكاميرون من كاس العالم في الفتره ديت، وكنا بنجهز بقى للماتشات وديه، لعبنا ماتشات وديه جامده مع السعوديه ومع بلجيكا ومع اليابان، عملنا ماتشات فتره اعداد قويه جدا، والكابتن كان بيكتشف لعيبه ومواهب كتير جدا، وقدر بقى يضم التوليفه بتاعت بطوله 2006، لكن كان في منتخبات مستقره، يعني منتخب مثلا كوت ديفوار كان بيلعب كاس عالم، وفي 2006 كاس عالم كان راح كاس عالم، ومنتخب من المنتخبات الكبيره النجوم كلهم كانوا ومنتخب الكاميرون نفس الكلام، كان منتخبات قويه، كان معانا في المجموعه منتخب المغرب ما كانش بالقوه ديت، بس منتخب المنتخبات اللي دايما مرشح، كانت منتخبات كبيره موجوده في البطوله، منتخب السنغال كمان كان في الفتره ديت كان من اقوى المنتخبات في افريقيا، وقدرت ان انت تتغلب على الناس دي كلها طبعا باعداد جيد، بروح كويسه كانت موجوده، بص يعني هو الاعداد اللي فرق كتير جدا مع منتخب مصر، انت تخيل الاسامي اللي انا بقول لك عليها ديت كلها، تخيل شوف كل لعيب لعب كام ماتش دولي قبل البطوله، يعني انت دلوقتي بتتكلم في ان لعيب بيلعب ماتش في الدوري بيروح رايح يلعب تصفيات كاس العالم على طول، وهو اصلا يعني ما لعبش في الناشئين، ما لعبش عدد ماتشات كبير، ما بتنظم، يعني حتى لو كان عندنا خلاف قبل كده مع اتحاد الكوره في الفترات القديمه قبل كده، بس هو كان في نظام محطوط على طول، كل المنتخبات بتقدر تلعب ماتشات وديه بتجيد بعد فترات معسكرات طويله، يعني طبعا بيتكلم عن المنتخب الوطني ممكن التصفيات ممكن بيبقى فيه تدرج مستوى، لكن اول ما بيبدا يدخل في المعسكر الفتره معسكرات الطويله والاعداد الطويل طبعا المستوى بيرتفع. ده ياخدنا لتصريح فيتوريا النهارده لما قال والله انا كويس واللاعب المصري كويس لما بينضم منتخب، بس انا شايف انه فتره الانضمام قليله، كنت اتمنى انها تبقى طويله كده، هل ده حقه يا كابتن شايفه بناء على اللي بنتكلم فيه؟ بص هو يعني هو حقه، هنتكلم في البطولات الكبيره هو ممكن يتجمع قبلها بفتره، ده الطبيعي ودي الاجنده اللي هي موجوده في العالم كله، يعني هو لازم يمشي نفسه على العالم كله، وكمان خصوصا احنا زمان انت بتتكلم في الدوري ما كانش عندنا مشاكل في الدوري في المواعيد، انت كنت بتحط اول من اول يوم لاخر يوم الماتشات الدوري، وما كانش عندك مشكله في اي حاجه، مفيش تاجيلات، مفيش حاجه، مفيش الكلام ده كله، نظرا للظروف الفترات الثلاث اربع سنين اللي فاتوا الامور متلخبطه جدا، فاي حد هيشتغل في الاجواء ديت هتبقى الامور صعبه عليه مش سهله، لكن هو الطبيعي في العالم كله ان اللعيب يجي قبل الماتش الرسمي بثلاث اربع ايام للمحترفين كده كلهم، وانت عندك لعيبه محترفه وعندك لعيبه في الدوري المصري كمان، هو غصب عنه والنادي غصب عنه هو بيلعب النهارده ويروح بعديها بيومين يروح لعب ماتش منتخب، فالراجل ما بيلحقش يحفظ اللعيبه حاجه او يشتغل معاهم على حاجه، كل الشغل بيبقى نظري اكتر من اللي هو يشتغل عملي، فده
طبعا هو بيتكلم لو هو قبل كاس الامم لازم ياخد فترته بشكل كويس، حوالي من 3 اسابيع لشهر يقدر يجهز المنتخب، يقدر يلعب ماتشات وديه. وانا شايف ان الكلام على ماتش تونس ان المستوى ما كانش احسن حاجه، بس انا شايف ان كان في تغييرات كتير في المنتخب، وشايف ان الموضوع عادي جدا ان الراجل يجرب ويشوف دوت ويشوف دوت، ونخسر ونلعب، المهم تلعب مستويات عاليه عشان تعرف نقط الضعف اللي عندك ايه وتقدر تشتغل عليها بشكل كويس. ودي نقطه مهمه للراجل بيصمم اللي هو يلعب ماتشات قويه. انا شايف ان الماتشات الفتره الاخيره ماتشات قويه، بدايه من ماتش بلجيكا، لعب ماتش برضو تونس، ماتش زامبيا، ماتش اللي بعده الجزائر، ماتشات قويه. هي دي الماتشات اللي هتعرفك انت واقف فين بالظبط يعني. طب انا يعني خلينا نبدا بالبدايه، الاحداث بكره هو القرعه، وبعد كده ننتقل للحديث عن ماتش زامبيا. طب احنا عارفين ان احنا القرعه بكره ان شاء الله عندنا في هيبقى فيها 24 فريق، هتتقسم على 6 مجموعات، في رؤساء المجموعات اللي هو فرق التصنيف الاول، كوت ديفوار صاحب الارض، مصر صاحب الرقم القياسي عدد الفوز 7 القاب، ان شاء الله يا رب الجايه دي تكون الثامنه، منتخب المغرب طبعا فاز بالبطوله في سنه 76 وهو راجل افضل انجازاته طبعا كلنا عارفين التاهل لنصف نهائي كاس العالم، السنغال حامل اللقب، منتخب تونس طبعا فاز بالبطوله برضه في 2004، ومنتخب الجزائر الفاز بلقب 2019. انا بتكلم مع الكابتن احمد لانه اكيد هيبقى في مجموعه موت، وهنتوقع معاك برضك توقعاتك للمجموعات. التصنيف الثاني سريعا، نيجيريا، الكاميرون، غانا، الكونغو، مالي، وبوركينا فاسو. التصنيف الثالث والرابع، الراس الاخضر، زامبيا، منتخب جنوب افريقيا، غينيا الاستوائيه، موريتانيا، وانجولا وغينيا بيساو، وناميبيا وموزمبيق وجامبيا وتنزانيا. كابتن احمد، توقعاتك كده للبطوله دي بشكل عام من خلال فرق المشاركه، خاصه ان هي دي كلها تمام بتكون في استعداد كاس العالم، وبعد كده توقعاتك بقى للمجموعات، وممكن مجموعه مصر تبقى تقع مع مين؟ هو طبعا انا شايف ان كل ما البطوله بتزيد فرق قويه او بيبقى فيه فرق جامده في البطوله، البطوله بتبقى ليها حلاوه ولها مذاق خاص. انا شايف ان البطوله اللي فاتت كانت بطوله قويه جدا وفرق جديده، شفنا فرق قويه جدا كانت ممكن تكمل. انا مثلا شفت مثلا في البطوله اللي فاتت منتخب جامبيا مثلا كان بالنسبه لهم مفاجاه. لا طبعا. او منتخب الراس الاخضر، يعني منتخبات كانت بتلعب كوره في ما بقاش زي زمان، مش زي الاول يعني. كل ما ممكن يعمل نلعب بطوله والبطوله اللي قبلها بيظهر لك فريق جديد، بيظهر فرقه وبتظهر بيظهر ملامح فرق ومواهب بتطلع، الناس بتشتغل على نفسها بشكل كويس. وهو ده في وجهة نظري اللي مأخر منتخب مصر شوية، يعني انت ما بتشتغلش فترات طويلة. يعني انت منتخب المغرب لو الناس كلها مركزة معاه هو اشتغل بقى بيشتغل بقى له قد ايه فترات. منتخب المحليين يا كابتن كان بيبقى له فترات اعداد قد ايه؟ ما انا بقول لك انت عندهم الاولوية للمنتخب بصراحة قبل الـ قبل الـ الاندية، غير الاندية خالص. يعني انت ما بيفرقش معاهم الاندية النهاردة، انت بتتكلم في الدوري، للاسف عندنا الاندية الاول وبعد كده المنتخب. انت بتتكلم في الدوري المغربي النهاردة، دوري المغرب لو بصيت للجدول هتلاقي 7 فرق لاعبين زي بعض في ميعاده، يعني بيلعبوا لو لعب من 3 ايام هيلعب النهارده، بيلعب غصب عنه، هو متحدد له الجدول وبيلعب ايا كان هو اسم النادي ايه، ولا الوداد ولا الرجاء ولا نهضه بركان ولا الانديه اللي بتشارك في افريقيا، بيجي ويلعب غصب عنه. انت اصلا موجود عندك في الفرقه 30 و35 لعيب عشان تقدر الماتشات ديت تبقى موجود، انت فرقه كبيره وده قدرك اللي انت فرقه كبيره، فلازم الناس تهتم بالحته دي، المواعيد اولا، دوري منتظم، وبعد كده تفكر بقى تشوف انت هتعمل معسكرات ايه، الاعداد للفرق الصغيره، المعسكرات المنتخبات الصغيره والناشئين والشباب والحاجات دي كلها، اجيال بتسلم اجيال. وده اللي عجبني شويه في فيتوريا ان هو بدا يبص، والكلام ده انا قلته هنا من مثلا من شهر، بدا يبص مركز مع المنتخب الاولمبي من هو في بيلعب البطوله في المغرب، هو المستقبل واللعيبه عشان كاس العالم، هتلاقي اللعيبه اللي ضمهم قلناهم هنا قبل كده، ابراهيم عادل وكوكا مؤخرا واسامه فيصل، وهتلاقي حسام عبد المجيد، ال4 لعيبه دول هو كان مركز معاهم وقايل عليهم بالاسم ومتفق وراح راحوا معاه ولعبوا الماتشات الاخيره، لعبوا ماتش تونس والماتش اللي قبله، والامور كانت كويسه وهو بيبدا يجهز. فهي المنتخبات الكبيره بتبدا تشتغل على الحاجات ديت، والمنتخبات زي ما انت قلت، شوف انت في 2006 حسبت كام جيل كان مع الكابتن حسن شحاته، تلات اجيال، تواصل اجيال، وبيبقى معروف مين اللي هيكمل الجيل اللي بعده، مين اللي هيبقى طالع، مين اللي هتحط مين
مين النوال المنتخب الفترة الجاية، ولاعيبة بتتجهز دوليا انه بيلعب عدد ماتشات دولية وهو صغير، بتتكلم في طبيعي من 40 ل 50 ماتش دولي على مستوى الأعمار السنية، لازم أقل لعيب يبقى يلعب المنتخب الأول لازم يوصل للعدد دوت. يعني انت متوقع البطولة دي هتبقى من أقوى البطولات؟ طبعا بطولة قوية فيها فرق كتير جدا في التصنيف الأول، بتتكلم في فرق جامدة جدا، حتى الفرق اللي في التصنيف الثاني. يعني انت ممكن تتخيل التصنيف الثاني نيجيريا، الكاميرون، غانا، والكونغو، مالي، وبوركينا فاسو، دول المستوى الثاني. طب انا عاوز اتوقع معايا ممكن مجموعه مصر، وبعد كده ممكن مجموعه الموت تبقى مين يا كابتن؟ يعني نبدا كده مثلا نشوف توقعاتنا لمجموعه مصر. بص المستوى الاول مصر، احنا هنبدا مصر. انا هقول لك كده في كل تصنيف مصر وتوقعات. مصر المغرب السنغال، تونس والجزائر، وطبعا كوت ديفوار صاحبه الارض، ده المستوى الاول. وتونس والجزائر والسنغال. مصر والمغرب وتونس والسنغال، مصر والمغرب والجزائر والسنغال وتونس وكوت ديفوار. طب في التصنيف الثاني نيجيريا، الكاميرون، غانا. نيجيريا، الكاميرون، غانا، الكونغو، ومالي، وبوركينا فاسو. تتوقع بقى في مصر مع مين؟ من التصنيف الثاني؟ انا بقول مصر هتقع مع بوركينا. ده لتوقعاتك ولا تمنياتك؟ ده توقعاتي. توقعاتي يبقى عشان نحفظ كده بكره، يبقى مصر، كابتن احمد متوقع بوركينا. طب اسوأ التوقعات ممكن تكون ايه يا كابتن؟ يعني انت ما تحبهاش لمنتخب مصر. ما احبهاش لمنتخب مصر؟ انا بشوف منتخب الكاميرون من المنتخبات القويه جدا، ودايما عنده بيغير في جلده كتير جدا، فانا شايف هو منتخبات الجامده جدا يعني. حتى نتائجهم في كاس العالم ما كانتش احسن حاجه، بس هو منتخب قوي ودايما زي ما انت قلت متجدد، كل سنه بيفاجئنا بجيل يعني متميز. طب التصنيف الثالث، الراس الاخضر، زامبيا، جنوب افريقيا، غينيا وغينيا الاستوائيه، وموريتانيا. مين مع مصر من دول؟ انا بتمنى موريتانيا. بس انا بقول يعني غينيا هتقع معانا. غينيا، يعني تمنياتك موريتانيا، غينيا. طب مين شايف اقوى واحد في التصنيف الثالث يا كابتن؟ في التصنيف الثالث تاني اللي هو الراس الاخضر، زامبيا، جنوب افريقيا، وغينيا الاستوائيه، وموريتانيا. انا شايف الراس الاخضر وجنوب افريقيا من اقوى الفرق، يعني هيبقوا فرق قويه، يعني فرق كوره كمان. طب يعني اللي بتلعب كوره. المستوى الرابع، انجولا، غينيا بيساو، ناميبيا، موزمبيق، وجامبيا، وتنزانيا. يعني ما يعني انا بقول ممكن لو وقعنا مع تنزانيا الامور تبقى كويسه برضو. انت كده عملت لنا المجموعه سهلت لنا مجموعه لويس. ده سهلت لنا الدنيا كده تمام يا كابتن. مجموعه لويس، يعني المجموعه دي لو جت يعني الكابتن احمد لو تمنياته او توقعاته لو جت المجموعه دي، فاحنا كده يعني ان شاء الله ضمننا التاهل يعني. طب ايه رايك يا كابتن لو كانت مثلا الكاميرون او نيجيريا او غانا، وانت عندك فرق تقيله، والراس الاخضر وانجولا، دي مجموعه مصر هتبقى صعبه؟ الكاميرون، الكاميرون والراس الاخضر وانجولا، دي برضو هتبقى مجموعه. هل ممكن دي لو جت بالترتيب دي بقى مجموعه الموت اللي هي دي بالنسبه للمنتخبات لو وقعت فيها مصر؟ دي هتبقى مجموعه صعبه طبعا، مش سهله. وانجولا برضو فرق ليهم اسم كبير طبعًا. بس برضو هم في تراجع في المستوى الفتره اللي فاتت. وجنوب افريقيا فاز باللقب سنه 96 والنهارده في التصنيف الثالث. توقعاتك كابتن انه ممكن من التصنيف الرابع او الثالث يعمل مفاجآت في مجموعاتهم؟ انا اتوقع ان الراس الاخضر هيبقى برضو من المنتخبات اللي ممكن تصعد للادوار اللي بعد كده، هم وجنوب افريقيا. طيب ممكن بقى السؤال بالعكس، مين في التصنيف الثاني اللي هو ممكن يعني حتى لو فريق كبير يكون مفاجأة ويخرج بدري؟ نيجيريا، الكاميرون، غانا، الكونغو، مالي، او بوركينا فاسو. اي حد منهم ممكن يخرج عادي. يعني انا الا الكاميرون، انا بشوف ان الكاميرون برضو فرقه من الفرق الجامده جدا، وممكن يكملوا بشكل كبير، شكل قوي يعني. وانا شايف ان هم من المرشحين للقب برضو يعني فرقه الكاميرون. لكن اي حد من الفرق الثانيه عادي ممكن يخرج عادي. طب المرشحين للمربع الذهبي من وجهه نظر كابتن احمد؟ هي ديت صعبه شويه طبعا، بس يعني انا اعتقد
المغرب، المغرب، الجزائر، كاميرون، مصر. او كوت ديفوار صاحب الارض انت انا بقول ان كوت ديفوار طبعا فرقه من الفرق يعني اللي هم لسه بيعدوها برضو، مش يعني عندهم بيعملوا اعداد بشكل كويس، لكن انا شايف ان هم برضو ممكن ما وصلوش للمربع يعني لو قابلوا فرقه من الفرق الكبيره في الادوار اللي بعد كده. طيب مين ممكن تعمل له حساب يا كابتن في مواجهه المنتخب المصري كده ان شاء الله نتخطى دور المجموعات وبعد كده في الادوار الاقصائيه؟ يعني مين هتتوقع انه هتبقى مواجهته صعبه لو جه في طريق المنتخب المصري؟ طبعا يعني هو اي فرقه صاحب الارض دايما انت بتلعبه المواجهه بتبقى صعبه، زي ما لعبنا الكاميرون البطوله اللي كانت المواجهه صعبه بس عديت، بس كانت المواجهه صعبه. يعني احنا بتتكلم في المنتخب المغربي طبعا والمنتخب الجزائري برضو عامل لهم يعني حساب كبير، واللي في تطور طبعا المنتخب التونسي، منتخب من المنتخبات اللي في تطور، بس اعتقد هو مش يعني اعتقد اللي هو مش احسن حاجه، مش احسن حال من المنتخبات يعني الموجوده في دول التصنيف. شمال افريقيا كالعاده يعني هو شمال افريقيا، بس انا شايف اللي هو يتغلب عادي يعني تمام، بس لكن المغرب والجزائر الموضوع يبقى صعب، وكوت ديفوار طبعا كصاحب ارض يعني ده اللي تخشاهم مع الكاميرون اكيد. طيب كابتن احمد لما كان بيلعب في افريقيا 2006 و2010 كان برضه في فرق بتعملوا حساب دول شمال افريقيا وفعلت انه الكعب عالي على الدول الافريقيه، ولا ما كانتش الحسابات كده؟ كان انا اكيد طبعا قوه المنتخب، لكن احنا بنتكلم على عموميات. كابتن احمد يعني بالذات ايه الفرق اللي ما كنتش تحب تلعب قدامها المنتخبات والمنتخبات اللي تحب تلعب قدامها؟ يعني انت طبعا انت نفسيا في الفتره ديت احنا نفسيا كنا يعني تعتبر بلغه الكوره كده راكبين المنتخبات كلها في افريقيا عموما، يعني بعد 2006 و2008 كمان خصوصا بطوله 2010 انت بتلاعب نيجيريا معاك في المجموعه بتكسبها 3-1، وبعد كده الكاميرون بتكسبها 3-1 في الدور اللي بعد كده، لو اداء وبعدين ولعب وما شاء وبعدين الله الجزائر 4-0، وبعدين بتكسب غانا في النهائي. انت بتتكلم بقى في اربع فرق، قابلت اربع فرق اقوياء جدا. يعني اول ماتش القرعه ما خدمتكش في حاجه، انت جابتك نيجيريا اصعب اقوى فرق. نيجيريا 3-1 في المجموعات، بتتكلم بعد كده الكاميرون 3-1، كاميرون 3-1 برضه في دور الثمانيه، 4-0 وقبل النهائي الجزائر 4-0 في النهائي. ماتش صعب طبعا، كان فرقه غانا من الفرق القويه جدا وكان جيل جديد بيلعب، بس انت برضو قدرت تكسب غانا في النهائي 1-0. بتتكلم في بطوله قويه جدا، والبطوله اللي كانت برضو قويه جدا 2008، الفرق اللي بتلعبها والفرق اللي طلعتها. طب احنا خلينا بس شاركنا النجم مصر ونادي الزمالك الكابتن محمد صلاح الحوار. اهلا بك يا كابتن محمد. طيب الكابتن محمد هنتواصل معاه مره اخرى، اتفضل يا كابتن. بس انا بقول لك الفرق اللي انت بتلعبها اللي لعبتها في 2010 كانت فرق جامده جدا، فرق قويه جدا، وفرق لها اسم كبير، وكسبتهم اداء ونتيجه. انت بتتكلم بعد كده في 2008 دي انا بوجهه نظري هي اقوى بطوله لمنتخب مصر لعب ونتيجه برضو اكتر من 2010. نتكلم منتخبات، انت اول ماتش بتكسب الكاميرون بنتيجه كبيره، وبعد كده بتصعد من المجموعات، بتروح بتلعب انجولا بتكسب انجولا بتصعد، بتلعب بعديها في قبل النهائي كنا بنلعب لا الكاميرون كان في النهائي، وفي قبل النهائي كوت ديفوار، تكسب كوت ديفوار 4. يعني الموضوع ومين كان فيها؟ انت بتتكلم في نجوم العالم وقتها، يعني نجوم العالم بتتكلم على دروجبا، شفت دروجبا كان كل توري، عبد القادر كيتا لما بيجيب هدف كان بيتعامل ازاي بالطريقه الغرور وبتاع اللي كان بيتعامل بيه. لا هو نفسيا انا يعني انا احكي ماتش موقف في ماتش الكاميرون في بطوله 2010 نفسيا ده باين ان احنا هنكسب، هننزل نكسب الكاميرون. كان سامويل ايتو موجود في البطوله، فهو الطبيعي كان مصر في الوقت دوت كان اول المجموعه وهم كانوا تاني المجموعه، فهم جم الملعب بتاعنا اللي احنا بنلعب عليه، وما احنا ما قلناش مكان الاقامه، وهم جولنا لعبونا في الملعب اللي بنلعب عليه عشان احنا كنا اول المجموعه. فالطبيعي انت هتيجي بيغير اللبس بتاع الضيف، وانت بتلبس لبس اللي هو اللبس التاني بتاعك. فاحنا جينا طبعا الخلاف كان على الشرابات،
كنا منافسين شرابات بنفس اللون. كابتن حسن شحاته كان بيتفائل برضه. لا سيبك من التفاؤل، هو ده قانون لعب او قرار الاتحاد الافريقي الاجتماع الفني كانوا بيقول لك انت تلبس شراب كذا وانت تلبس شراب كذا. فهو موضوع الشراب هو باين من الشده اللي كان فيها صامويل قطه قبل الماتش، وهو مشدود على الحكم، هو كان كابتن المنتخب واحمد حسن كابتن المنتخب عندنا ومشدود ومش عايزين يغيروا الشرابات والكلام ده، باين اللي هو مشدودين جدا وعاملين حساب لمنتخب مصر، واللي هو مغلوب قبل كده من منتخب مصر في البطوله اللي قبلها ماتشين في النهائي وفي المجموعات، كان باين التعامل بتاعه ان هو من هو مركز اللي هو يعمل مشكله عشان هو مشدود، هو حاسس باهميه الماتش وعايز يعمل حاجه وعايز يكسب منتخب مصر. فديت نفسيا فرقت مع منتخب مصر، انت نازل الماتش حتى وهو انت كسبان الماتش او الماتش كان الوقت الاضافي طلع تعادل، وفي الوقت الاصلي طلع تعادل، وفي الوقت الاضافي قدرت تكسب 3-1 من الشده اللي هم فيها والغلطات اللي هم كانوا بيعملوها. ان شاء الله تكون يعني بشرة خير، ان برضو ايتو كان مشدود كان كرئيس اتحاد في في ماتش مصر برضو وكسبناهم ان شاء الله المره الجايه. هو ده موقف من المواقف برضو اللي انا اتكلمت عليه بعد ماتش كاس الامم الاخير اللي ان شاء الله لو لنا نصيب كده نقابل الكاميرا برضه نشوف رد فعل ايتو كده نتابعه كده، وان شاء الله نلاقيه مشدود كده والمره الثالثه بقى نحقق الفوز برضه. لا ان شاء الله هو كمان يعني حد قبل كده في تصفيات كاس عالم كان هم معانا احنا، هو كان موجود وطلعناهم من كاس العالم في بلدهم. ماتش خلص 1-1 بهدف محمد شوقي، هدف التعادل، انا كنت موجود في الماتش ده. فالتعامل هناك كان صعب جدا، وهم ضيعوا ضربه جزاء في اخر الماتش، وحتى في قبلها في تصفيات كاس العالم في الماتش اللي عندنا كسبناهم 3-1، يعني الماتش الاولاني كسبناهم 3-1 او 3-2 في الماتش الاولاني، وتعادلنا معاهم في الماتش الثاني. احنا كنا سبب رئيسي اللي هم ما صعدوش كاس العالم في الفتره ديت، وجوديفوار صعد يعني. فهو ممكن تكون هي واصله له اللي احنا كعبنا عالي عليهم، او نفسيا هم ما بيقدروش يكسبوا المنتخب المصري يعني. والله انا عندي خبر عاجل بس مش لطيف يعني. زميلنا في الاعداد الدكتور وليد بلغونا انه في خبر عاجل ان هو كاس تقرر الزام الزمالك بدفع 1,900,000 يورو لصالح خالد بوطيب. اللاعب كان طالب 3.5 مليون يورو، والكاس حكم له ب1,900,000 يورو. كلنا كنا يعني مترقبين ازمه خالد بوطيب، بس بصراحه يعني اللاعب ما قداش ان هو يعني اللي يستحق عليه هذه المبالغ الكبيره. لو حد من زمايلنا في الاعداد جيب لنا حد بس مختص قانوني او خبير لوائح يعني مختص بالشان الدولي، يقول لنا عقوبه الكاس دي هل يتم الاستئناف عليها، موقف الزمالك، الاجراء اللي ياخده نادي الزمالك بالنسبه للتعامل مع خالد بوطيب. ازمه جديده يا كابتن. هي ازمه جديده وازمه متوقعه من فتره، الناس عارفه ان في قضيه بتاعت خالد بوطيب ورفع قضيه. طبعا دي مشاكل كبيره حصلت في الفتره اللي هي بتاعت المجلس السابق، وده تراكم بتتكلم من بقى من 2018 2019 خالد بوطيب كان موجود، ونادي الزمالك يعني كان حاول يحصن نفسه قبلها، لكن الامور ما كانتش بالقوه اللي هو قدر اللي يقدر اللي هو يحصن نفسه بالشكل الكبير في التقارير الطبيه اللي بعتها. يعني انا كنت عايش الموقف دوت في الفتره ديت، يعني الزمالك بعت التقارير الطبيه ان اللاعب اتعالج او حاجه زي كده، يعني اللي هو راح اتعالج بره ومش وده جدد اصابته وبتاعه، كان باعت جوابات للاتحاد الدولي يعني بالحته ديت. لكن في الاخر هو الكاس حكم له هيبقى في استئناف 100%، هيبقى في استئناف من نادي الزمالك، وممكن العقوبه تقل عن كده، ممكن الامور تطول بشكل اكبر، لكن في الاخر هي عقوبه على نادي الزمالك يعني متوقعه، انا كنت متوقعها، بس هو في وقت سيء طبعا بالنسبه لنادي الزمالك. اعتقد الناس اللي جايه، الناس اللي هتبقى موجوده في مجلس الاداره عارفين الكلام دوت وعارفين والله الناحيه الايجابيه يا كابتن، لانه كل اللي بيتكلم دلوقتي من المرشحين واللي جاي انه الناس لازم يبقى عندها وعي اكتر في التعامل مع الازمات الدوليه. الناس يعني فكره اهمال الازمات الدوليه، ارجاءها، عدم التعامل معها بجديه في التعامل، فلازم يبقى في تنسيق دايما مع خبير دولي او محامي دولي عشان ما يحصلش الازمات دي، لان زي ما انت قلت بيبقى فيها جزء منها كتير اخطاء. اتمنى انه المرحله الجايه اللي الناس كلها متفائله بها ان شاء الله تقل الازمات، لان احنا برضو كان عندنا في يعني نقطه مهمه، لان لو حصل في الفتره اللي فاتت دي في كان ازمه اللاعبين الاجانب يعني حضرتك والمستحقات تمام. لكن كان في برضو يعني سرعه استجابه، كان في كلنا عارفين ان هو في صندوق تبرعات كان فيه لبعض رجال اعمال، والاستاذ هاني العتال كان احد المساهمين فيه،
واقترح ان هو كان الفكره دي مخصصه للقيد، لكن هو اقترح قال لك انه يا جماعه في ازمه عاجله، ان هو ازمه قيد الاجانب اللي احنا ممكن تقودنا لازمات تانية مستقبليه وفتره قيد وايقاف ولا قدر الله ممكن حاجه اسوأ. فكان في استجابه لمبادره الاستاذ هاني العتال من صندوق اللي هو تم المبادره اللي هو كانت الفلوس دي مفترض انها هيتم سدادها من بعض رجال الاعمال الزمالكاويه لانهاء ازمه القيد، فكان التعجيل بها لانهاء ازمه اللاعبين الاجانب. واعتقد ان الازمه دي اللاعبين الاجانب بتاعته وحصلوا على مستحقاتهم وان شاء الله مش هتكرر. ونتمنى كمان ان شاء الله نادي الزمالك في العهد الجديد ان شاء الله مجلس الاداره متواجد يقدر يحل ازمه القيد، وان نادي الزمالك يضم اللاعبين اللي هو عايزاه ويعود نادي الزمالك ان شاء الله الى الطريق الصحيح وحصد البطولات. وطبعا يعني انا بس تكمله الحته ديت، انا زي ما قلت قبل كده مليون مره، هو اي حد هيجي على كرسي رئاسه نادي الزمالك او اي حد في المجلس اي حد هيبقى موجود هو لازم يبقى عنده وعي كامل بالملفات اللي موجوده والمشاكل اللي موجوده جوه نادي الزمالك. انت جاي تشتغل، الناس كلها لازم تبقى عارفه اللي هي جايه تشتغل وعندها مشاكل كتيره جدا. فاللي هيجي للمره المليون بقولها، محدش يجي يشتكي، انت عارف مجلس مجلس انت عارف من الالف طبعا مجلس اللي ما فيش حد ما يعرفش المشاكل اللي في الزمالك، يعني كل حاجه مطروحه قدام يعني الناس. كلنا عارفين الازمات، جاي يعني مش عايزين حد يوصل لنا الازمات ويقول لنا انا عندي وعندي وعندي. اصل انا جاي، اصل المجلس السابق كان عندي مش عارف ايه، اصل المجلس السابق سايب لي ايه. لا انت عارف كل تفصيله جوه النادي، فانت جاي تحل مش جاي تشتكي. طول ما انت بتشتغل حتى لو في ازمات حتى لو في اي حاجه، لو طالما بتشتغل الناس كلها تبقى واقفه معاك والجماهير هتبقى واقفه في ظهرك. كله دلوقتي بيقول لك احنا قادرين على الحل، فما يعني اي حد هيجي بعد كده اتمنى اللي هو الموضوع ما يبقاش كلام يبدا فقط. كلام وان هو لا الفتره اللي فاتت دي واحنا عندنا الازمات، لا خلاص انت جاي. انا عندي ثقه في ناس كتير جدا تبقى موجوده ان شاء الله بمشيئه الله، يحلوا امور كتير جدا لنادي الزمالك باذن الله في المشاكل اللي موجوده عند النادي. وايا كان انا قلت برده كل الناس اللي موجوده كل الناس اللي نزل الانتخابات اعتقد ان هم بيحبوا نادي الزمالك بشكل كبير. يعني لا احنا كلنا شايفين الاجواء في نادي الزمالك المره دي اجواء هاديه، اجواء انتخابيه لصالح نادي الزمالك طبعا. طيب احنا عشان يعني موضوع خالد بوطيب طلعنا شويه من موضوع رئيس اللي كنا بنتكلم فيه، هنطلع دلوقتي بس انا عاوز اكد تاني ان هو الخبر ان هو عاجل، كاس تقرر الزام الزمالك بدفع 1,900,000 يورو لصالح خالد بوطيب، وكان اللاعب طلب مبلغ 3.5 مليون يورو. دي يعني اعتقد زي ما قال الكابتن انه هيبقى فيه استئناف، وان شاء الله نتمنى ان هو ازمه زي الكثير من الازمات اللي عداها نادي الزمالك وهي عديها الفتره الجايه. هنطلع لتقرير عن قرعه كاس افريقيا ونشوف ان شاء الله يعني ترقب لمجموعه مصر مين هيكون معانا، نشوف التقرير ده ونرجع نتواصل معاكم مره اخرى. اهلا بكم من جديد. تريزيجيه هنكتب اسمنا في التاريخ، لكن احنا خايفين من كابوس خسارتين النهائي. تريزيجيه النهارده اتكلم في المؤتمر الصحفي زي ما حضراتكم كلكم سمعتوا دلوقتي، الراجل اتكلم على ان هو يعني خسارتين بطولتين افريقيا بالنسبه للجيل الحالي ده بيمثل كابوس، وهو يعني بيقول انه الجيل الحالي ده جيل متميز، وهو ان هو لو كان فاز بالبطولتين دول وكان البطل، التاريخ ما بيذكرش غير البطل، كان الجيل ده في حته ثانيه. الراجل بيتكلم متفائل بيقول ان احنا ان شاء الله قادرين على الفوز بكاس بطوله افريقيا بعد غياب فترات طويله، وكمان ان احنا بيقول لو حتى ان شاء الله يعني تخطينا في مرحله نروح لكاس العالم، لا هو الراجل بيقول رحنا كاس العالم وهنكتب اسمنا في التاريخ. فانا اتمنى انه العباره دي هنكتب اسمنا في التاريخ تبقى في ذاكره كل لاعب من المنتخب الوطني الجيل الحالي اللي بيضم لعيبه متميزين. عندنا الكابتن محمد صلاح، مجموعه متميزه من المحترفين، تريزيجيه، النني، مصطفى محمد، مجموعه متميزين من في الدوري المحلي. نتمنى من هذا الجيل بالفعل انه يقدر يكتب اسمه في التاريخ. كابتن احمد، تصريحات الكابتن تريزيجيه وان هو بيقول لك يعني خلاص احنا بطولتين خسرناهم بيمثلنا كابوس، هل ممكن عقده تستمر ولا انه ان شاء الله كمان يبقى يعني يقدروا ان هم يفكوا العقده دي وقادرين على تحقيق البطوله؟ انت بتتكلم طبعا في منتخب يخسر 2 نهائي ويصعد كاس عالم. هو لو كان حصل على البطولتين كان هيبقى المنتخب مصنف من اقوى المنتخبات في تاريخ مصر لو هو فاز بالبطولتين. خلينا نتكلم بطولتين وتاهل كاس العالم، بطولتين وتاهل كاس العالم. انت بتتكلم على الناس بتتكلم على الجيل بتاع من 2006 ل 2010 انه اقوى جيل في تاريخ مصر. طبعا في اجيال قبل كده قويه، جيل 90 طبعا جيل من الاجيال القويه، لكن الناس بتتكلم ان المنتخب اللي كان عنده استمراريه. بمناسبه جيل 90 معانا كابتن مصر والنادي الاهلي كابتن ربيع ياسين. اهلا بك يا كابتن ربيع. الو، اهلا بك يا كابتن.
ازاي صحتك؟ اهلا بيك، عامل ايه يا كابتن؟ تمام الله يعزك، منور اي تي سي وبرنامج بوكس تو بوكس. الله يخليك، تحياتي للكابتن الكبير طبعا. كابتننا كلنا كابتن ربيع، ازي حضرتك؟ وبعدين خلي بالك، قول من الاجيال، ما تقولش اقوى جيل، خليك عادل يا اخي. وصلنا كاس عالم، وخدنا كاس اوباب، والعاب افريقيه، واولمبياد اربعه. انا قلت هو جيل ثلاث، انا قلت جيل افريقيا برضو مش عاوز يعني. انا قلت جيل 90، انا قلت بس الاستمراريه يا كابتن، هو الفرق في الاستمراريه. لا انتوا كنتوا جيل رائع طبعا يا ابو حميد، وقدمتوا كوره جميله، وقدمتوا كل حاجه وبطولات ونجوم، كانت نجوم نجوم، كل واحد فيكم نجم لوحده بفرقه ما شاء الله. حبيبي يا كابتن، وحضرتك الجماهير طبعا يا ابو حميد، انت كبير من صغرك، ولعيب كبير، ولعيب نجم، ولعيب طبعا مهاري على اعلى مستوى، دي حقيقه يا ابني. حبيبي يا كابتن، ربنا يخليك، ربنا يسعدك ويوفقك يا حبيبي، التوفيق دايما، ربنا معاك. كابتن ربيع، بكره في حدثين مهمين، المواجهه مهمه للمنتخب الوطني امام زامبيا في تجربه مهمه، وبعد كده تبعها مباراه الجزائر. اللي انا لسه بتكلم عن كابتن احمد، بيقول الجماهير كانت مفاتره مبتعده. سامعني كده؟ معايا يا كابتن؟ الو؟ اي كابتن معاك، سامعني كده؟ كابتن ربيع، صوت واضح بالنسبة لك؟ طيب، واضح انه الكابتن ربيع في مكان الشبكة فيه مش يعني قوية، هنتواصل مع الكابتن ربيع مرة تانية. جيل 90 بقى لك، لا ده الدفاع بقى أنا خلاص طبعا الاقوى، يعني اعتبر الجيل لا الأقوى. انا طبعا هو جيل 90 من الاجيال القوية طبعا، ما فيش، وقال لك الاقوى، انت بتقول القوية، هو قال لك مصر على الاقوى. الكابتن ربيع طبعا بوجهه نظره، وكان لعيبه كبيره جدا طبعا في الجيل في الفتره ديت، كاس عالم، عملوا كاس عالم ممتع الصراحه، وانا بتكلم على الاستمراريه بقى. يعني جيلكم وجيل 90 هو يعني اللي هو يعني فعلا حفروا اسمهم باحرف من نور في تاريخ الكره المصريه، لان الكره زي ما قال تريزيجيه لا تعترف الا بالبطل وصاحب الانجازات. هو البطل طبعا، لكن في منتخبات بتقدم، يعني مثلا منتخب هولندا 88 دوت و90، منتخب من المنتخبات القويه جدا في التاريخ، يعني بتكلم تاريخيا في الكره اللي قدموها، لكن ما حصلوش على بطولات كبيره، هي بطوله كاس اومم بس تقريبا، وبعد كده ما حصلوش على بطولات كبيره، وكان في اسامي كتيره واسامي رنانه. لكن انا بكلمك في الجيل بتاع 2017، وخسر 2017 وخسر اخر بطوله اللي هي 21، ده كان برده جيل من الاجيال اللي هيتكتب له في التاريخ، اللي هو خد بطولتين كاس اومم و تأهل كاس العالم، وتأهل لكاس العالم، لعب كاس العالم ما قدش احسن حاجه، بس كان هو التأهل لكاس العالم طبعا حاجه كبيره، فكانت هتحسب لهم بشكل كبير، وهيعد من الاجيال القويه في تاريخ الكره المصريه يعني. فطبعا يعني كلام تريزيجيه منطقي جدا، هو بيتكلم على كابتن ليه جيل 90 رغم ان هو افضل انجازاته التأهل، لكن لسه في ذاكره المصريين هو الجيل من الاجيال القويه، رغم ان هو انجاز التأهل لكاس العالم، لكن هل الاداء يعني اللي هو ما كانش مرضي في كاس العالم في روسيا لم يجعل هذا المنتخب في نفس المكان اللي كان فيها المنتخب في جيل 90، خاصه ان احنا كلنا ما حدش ينسى ماتش هولندا وجون الكابتن مجدي عبد الغني. ما انت بتتكلم على اداء قدام هولندا، اداء قدام انجلترا، ماتش ايرلندا، انت بتتكلم برضو على ماتشات قويه جدا. انت كنت لاخر لحظه مستني ان انت ممكن تتاهل. ايوه، ماتشات قويه جدا بالنسبه لنا هناك، المنتخب ادى بشكل كبير جدا، وكره كمان ناس كانت بتتكلم ان احنا بنعمل كره دفاعيه، لا انت ماتش هولندا انت بتروح وبتضيع ومستحوذ وبتلعب وفاتح الجيم بشكل كبير جدا طبعا، بتلعب منتخب كان بطل اوروبا قبليها، متوقع وعملت كاس العالم ماتش افتتاحي كبير جدا. هنقلك في حته تاني، الناس فاكره لحد دلوقتي احنا اتغلبنا ماتش البرازيل، بس الناس فاكره ماتش البرازيل طبعا، وحتى انت ما صعدتش اصلا من المجموعات، لكن انت عملت اداء وعملت اللي عليك وخرجت من البطوله، ده مش متاكد يا كابتن، ده انت كنت خلاص يعني البطوله دي يعني حاجه يعني بكلمك بقى في الاداء بتاع المنتخب، اداء بتاع المنتخب المصري في روسيا، اداء مخيب للامال، مخيب لامال الجماهير. انا كنت شايف كمان ان المجموعه ما كانتش اقوى حاجه بالنسبه لنا، انت اصلا اول ماتش مغلوب في الدقيقه 90 بضربه ثابته، كان ماتش من غومو الشناوي، كان نجم الماتش في المباراه ديت، ماتش اوروجواي، وبعد كده بتتكلم في روسيا نتيجه كبيره، وهزيمتك من السعوديه برضو بيعتبر هزيمه كبيره، حضري برضك شال كتير. وانت بتتكلم في اداء هو مخيب للكره المصريه، وتحس ان انت ما قدمتش حتى الكوره تتلعب شكلها مش احسن حاجه طبعا. احنا انا رجعنا تاني الكابتن ربيع معانا يا كابتن بيك، الصوت كده تمام واضح؟
تواضع ان شاء الله. اهلا بيك، معلش عشان الطريق قلت لمحمد يا محمد الطريق، اللي معلش قلت له حاضر ليا الشرف. اهلا بحضرتك، اهلا بيك كابتن ربيع. بكره ان شاء الله بقول لحضرتك المنتخب يعني في ان شاء الله مبادرتين مهمتين في معسكر الامارات، مباراه زامبيا وبعد كده مباراه كلنا مترقبين ماتش الجزائر. انا لسه بتكلم مع الكابتن اقول له بدانا نشعر ان الناس بدات تتفاعل مع المنتخب وتهتم بيه، عكس يمكن ما كانتش ده في ماتش تونس. وكمان بكره حدث مهم جدا اللي هو القرعه بتاعت بطوله امم افريقيا. شايف المنتخب الوطني ومواجهتينه قدام زامبيا والجزائر ازاي يا كابتن ربيع؟ مهمين جدا، يعني انت جايب مدير فني مش عشان يقعد، لازم يشتغل طبعا. اولا هو محظوظ بفضل الله تعالى ان الامور بقت سهله بكتير عن الماضي. الماضي كانت المجموعات بتبقى قويه وفي النهايه تلاقي السنغال الجزائر المغرب، دلوقتي تعرس مجموعه وبامر الله وتوفيقه ان شاء الله هتوصل بمشيئه الله كاس عالم. الحاجة الحقيقية ان عنده هو المنافسة الحقيقية في كأس الأمم نفسه، البطولة نفسها. نقدر النهارده نقول لا، هو المفروض ان هو طبعا عنده شغل فني على أعلى مستوى، لازم يجهز فرقته، لازم يحضر شغله، لازم يحضر طريقته، هدفها ازاي، هاجم ازاي، هعتمد ازاي، هكتشف نجوم ازاي. ما هو خلي بالك برضه مش هيبقى لعيبة الأهلي ومحمد صلاح، ما هو لازم برضه هو يتألق زي يعني زي غيره، لازم يبدع ولازم يبقى عنده كده عنده مركز واثنين ولا اي ظرف. يعني كابتن خلينا يعني كده معلش اقطعك، انا اشعر كلامك ان انت يعني في حتى الان مش مقتنع قوي بفيتوريا، وشايف ان هو في الماتش اللي فات مثلا ان هو بيعتمد على لعيبه الاهلي وصلاح ما ظهرش المستوى اللي هو المفروض كان يظهر بيه، ما قدمش لعيبه جديده تعوض غياب مثلا ان هو لو صلاح مثلا كان مستواه متراجع او غياب لعيبه الاهلي ما قدرش يعوض دي. انا قصدي يعني ما ينفعش يا استاذ بليغ يا كابتن احمد يبقى احنا 110 مليون واعتمد على 3-4 لعيبه والاهلي يسيبهم، ايه المشكله واجيب غيرهم وانظم اموري واجيب البديل واوجد، لان احنا 110 مليون وعندنا مجموعه الدوري فيها 18 نادي وعندنا مجموعه تحتيه وعندنا مجموعات وعندنا لعيبه، مش كله دوري ممتاز ولا اهلي بس. فاللي اقصده ان انت جايب خبير عالمي بالشيء الفلاني عشان هو يبدع ويتالق ويعمل لنا منتخب واثنين وثلاثه ويعمل لنا كره قدم حقيقيه، مش بس روس بس الناس عاوزه كره قدم، الناس عاوزه تستمتع بكره القدم زي ما استمتعت ب 6 و8 و2006 و2008 و2010، كانت كره قدم حقيقيه فعلا. هو ده اللي انا عاوزه. فاللي اقصده انه هو لازم يتعب، ما هو مش لو ما عملش ماتشين ودينا قاعد يعني، فلازم يعمل ماتشات قويه، لازم يوجد البديل ولازم يعمل شغله اللي هو هيكسب بيه وهيتفوق بيه على اللعيبه. طبيعي جدا يكون عندي شكل، عندي شخصيه، لكل لعيب عنده برنامج، ايه اللي مطلوب مني في الملعب، كل مركز مطلوب مني ايه عشان اقدر النهارده اخد اللي انا عاوزه. هو ده اللي لازم نشوف كره قدم. احنا بامر الله ما فيش المنتخب، بامر الله تعالى ان شاء الله المنتخب بعون الله وتوفيقه نتائج، بس احنا عاوزين كره قدم، عاوزين اداء، عاوزين مستوى، عاوزين شغل، عاوزين كوره، عاوزين ابهار، عاوزين امتاع، عاوزين رسول الله، عاوزين مدرجات تقول الله. هو ده الناس تقول لك ده النهارده احنا كويسين، خد بالك حياتك بصرف حتى لو فيها هزيمه مفيش مشاكل. فده اللي بطلبه، انت جايب خبير عالمي كبير بالشيء الفلاني يا كابتن عشان يتعب ويجتهد ويعمل لي فرقه. هو ده انا وجهه نظري، اي تعاقد مع اي اجنبي بالشيء الفلاني يعني يعمل لنا شغل على اعلى مستوى، زي ما المصريين اللي عملوا، زي ما كابتن حسن شحات عمل، زي كابتن جواري عمل. فهو ده بفضل الله تعالى، عاوزين ان شاء الله تعالى نستفيد من الماتشين، نستفيد بايه؟ يكتشف لنا وجوه جديده، مركز جديد، مركزين، واخد بال حضرتك، شغل، نشوف بقى شغل هجومي كويس، نشوف شغل دفاعي على المستوى الجماعي، نشوف حاجات كتيره، نشوف طريقه هو ينفذها في دماغه بامر الله تعالى، ده اللي انا اقصده. انت شايف شخصيه المنتخب، شخصيه المنتخب المصري الحقيقيه ظهرت مع فيتوريا ولسه ما ظهرتش يا كابتن؟ لا لسه، لان احنا قابلنا كلها ضعيفه، يعني القادم بقى في بطوله الامم الافريقيه نفسها هيبقى الكبار هم اللي مع بعض. حتى كاس العالم، قرعه كاس العالم احنا بفضل الله على راس المجموعه، يعني هنكسب كل الناس دي كلها، كبيره جدا ان شاء الله. فالحقيقي اللي اقصده ان منافسه في كاس الامم، المنافسه في كاس العالم في مركز، هو ده الصح، هو ده الخبير اللي بنديله ملايين الفلوس عشان يعمل لنا كره قدم حقيقيه، وربنا يوفقهم يا رب، وكلنا معاه وفي داره، وكلنا مع المنتخب، مفيش كلام يا استاذ بليغ يعني. اكيد طبعا. توقعاتك لماتش زامبيا والجزائر، وحضرتك كنت شفت ناس بعض متخوفه من الاداء اللي كان قدام تونس، رغم انه زي ما انت قلت كان في لعيبه الاهلي غايبه، كابتن محمد صلاح، الكابتن مصطفى محمد كانوا بعيد عن مستواهم.
توقعاتك في للماتشين الجايين دول، واعتقد ان الجمهور محتاج ان المنتخب يصالحه يا كابتن عشان يقدر الجمهور تاني يقدر يرجع ماتشات المنتخب، لان احنا بصراحه شكل المدرجات كان في ماتش تونس يعني غير مرضي تماما. فهل المنتخب قادر يصالح الجمهور عشان الجمهور يرجع تاني للمدرجات؟ قادر طبعا. انت عندك منتخب، بدون ثلاثه، انت عندك بفضل الله تعالى اكتر فتره فيها محترفين. احنا عندنا حوالي كام محترف؟ عمرنا ما مرينا بالمحترفين والعدد ده طبعا في المنتخبات. وكنت بتحقق، انت كنت بالمحليين بتكسح الفرقه كلها اللي وصلت كاس العالم، كاس العالم. فالقصود انت عندك لعيب وعندك منتخب وعندك اثنين وعندك وعندك، وده بقى مهاره وخلي بالك وخبره وحنكه المدير الفني. النهارده ما جابش اي لعيبه، ما عندك اولمبي، ما جابش في لعيب منتخب اولمبي، معلش ما تلعبش لسه، ما جابش اجربها النهارده. انا عارف مين الدولي ومين المحلي، هو ده. ما في لعيبه في الاهلي والزمالك محليين مش دوليين، مش شرط اجيبهم. فالعيبه كبيره، هي دي مهمه جدا. ان شاء الله انا متفائل ان نعمل نتيجه كويسه بامر الله. خلي بالك شمال افريقيا، واحمد عارف كده كويس، ان بيترعبوا لما يسمعوا كلمه منتخب مصر، دي حقيقه. خد بالك، ف تجربتين كويسين جدا وقوي وجامدين جدا مع مدارس طبعا مختلفه، الجزائر بحجمها وزامبيا بحجمها وقدراتها فهيستفيد اكيد ان شاء الله. لكن انا متفائل ان احنا هنعمل ان شاء الله اللي منتظرينه الاداء، ان شاء الله نعمل نتائج كويسه باذن الله ونستفيد كويس قوي من التجربتين. وربنا يوفق اللعيبه يا رب كده ويحميهم من الاصابات ويعملوا لنا حاجه محترمه ان شاء الله تسعد بيها الجمهور ان شاء الله تعالى باذن الله تعالى. طب كابتن انا هسيبك مع الكابتن احمد في النقاش في الامور الفنيه وطريقه اللعب والتشكيل المتوقع. الكابتن احمد هيتناقش معاك في الجزئيه دي. هو كابتن حضرتك طبعا انا عارف ان حضرتك طبعا مدرب من المدربين الكبار ومدرب منتخبات يعني زي ما بيتقال يعني، وعندك يعني عندك درايه كبيره جدا باللاعب الدولي واللاعب المحلي زي ما حضرتك بتتكلم، ومين اللي يقدر يؤدي ومين اللي يقدر يفيد المنتخبات. انت حضرتك شايف مين من الوجوه الجديده الصغيره يقدر يبقى موجود في التشكيل المنتخب الاساسي من اللي هم لعيبه المنتخب الاولمبي اللي كانوا بيلعبوا البطوله في المغرب حاليا دلوقتي؟ يا احمد واحد، ابراهيم عادل بس ده نجم، خلي بالك موهوب. ابراهيم لاعب من اللعيبه المحترمه كمان، موهوب. انا بتكلم انا معاه من الصغر، ورحت للمدير الفني بتاعه في بيراميدز وقلت له انت عندك لعيب ما تلعبوش ازاي؟ جربه من اول واحد، لعيب كبير وموهوب وولد فعلا مهاري على اعلى مستوى يا احمد، مهاري لعيب زمان. تمام يا كابتن. طب حضرتك يعني انا كنت فاكر حضرتك بتاخد لعيبه من الدرجه الثانيه في الفتره انا كنت ماسك فيها نجوم المستقبل، وكان معاك محمود صابر وجهاد ومحمود جهاد. فحضرتك كنت موسع القاعده وبتدور على اللعيبه اللي كمان بتلعب تحت في الدرجات الادنى، وده اللي انا بطلب يعني انا بطلب من الناس او المسؤولين عن المنتخبات. يعني انا كنت بتكلم مع كابتن وائل رياض شيتوس اللي انا عندي مثلا في فرقه مثلا لافينا لعيبه مواليد 2001 بتلعب في المستوى العالي، بتلعب بدوري دوري قوي جدا، دوري المحترفين تحت، ليه ما تبصوش عليهم؟ ليه ما توسعوش القاعده تروحوا تبصوا وتضموا الناس زي ما المدربين قبل كده كانوا بيعملوا وحضرتك كنت بتعمل كده يعني؟ يا ابو حميد عشان تمسك منتخب لازم تشتغل الاول بما يرضي الله، ودي امان. ما ينفعش تشوف محافظه وتسيب محافظه، ما ينفعش. تمام. ما ينفعش، لازم تلف في محافظات مصر، ومحافظات مصر مليانه بالمواهب، واللعيبه. احنا 110 مليون يا جماعه، هعمل منتخب وانا قاعد هنا في الجيزه والقاهره؟ انا اعمل منتخب وانا لا، منتخب يبقى اروح مطروح واروح الاقصر واروح واخد بالك اسكندريه واروح اسوان، الاف يا حبيبي عشان ادي كل واحد حقه وما اظلمش حد، وعلى الاقل يبقى ضميري مستريح. طبعا طبعا واخد بالك. وانت عارف يا احمد ان مصر مليانه بالمواهب. الله جد. هو ده محمود صابر انا جبته من المستقبل، مين كان يعرف محمود صابر؟ معلش يا ابو حميد مفيش حد فعلا، لان هي عين بفضل الله، عين مع اساسيات مهمه جدا تاسس بيها اللعيب. جهاد ده خلي بالك كان جاي وزي ما انت تاكسيس ومع الشغل، وقلت له انت الديفندر بتاع منتخب مصر ده حقيقه. واخد بالك يا كابتن احمد؟ طبعا. فالقصود نجتهد ونشتغل، ودي امانه يا كابتن. لما النهارده الناس يقصدونا ويجيبك انت في منتخب او يجيبني انا في منتخب او يجيب غيري، لازم مش احنا لعيبه كوره، لازم تتعب وتشقى وتشتغل وتحارب الفلوس، وفي نفس الوقت مصر مليانه يا حبيبي، مصر مليانه وانت عارف كده كويس. طبعا. بالك انما يا كابتن معلش هقطعك، انا شايف يعني بمناسبه الكلام عن المنتخبات، هل اليومين دول المنتخبات بيتم اختيارها على الكفاءه ولا الصداقه ولا ايه حضرتك اختيارات للمنتخبات؟ يعني انا بص يا كابتن بدون حرج، احنا انت راجل بتتكلم عن مستقبل الكره المصريه. هو الاسس الفنيه اللي
عليها مش موجوده في مصر، لان خلي بالك من وجهه نظري ان يعني احنا عندنا يعني مش بيضع معيار يقول 1 2 3 اختار على اساسه، مفيش الكلام ده. مش هينفع، لان انت خلي بالك كل واحد ليه واحد بيحاول يزقه، كل واحد ليه واحد في ضهره بيحاول. هي ده المبنى ده اتعرف كده يعني، ما ده كل مصر عارفه كده كويس قوي. يعني احنا طبعا في ظهر الاربعه ان شاء الله اللي المدربين اللي اختاروه، وربنا يوفقهم وربنا ان شاء الله يعملوا لنا منتخبات. لكن الاختيارات طبعا اعتقد ان ليها حاجه ثانيه خالص، غير انك تجيب ورقه وقلم وتعمل سي في وتعمل قدرات وتعمل خبرات وتعمل ثقافه وتعمل حاجات كتيره جدا. طب امتى يا كابتن يعني نقدر نشتغل على الاسس العلميه الصحيحه في اتحاد الكوره؟ بص انت عاوز كلمه يعني لما يجي عندنا بقى واحد زي ايه يعني سيدنا عمر بن الخطاب العادل ده الفاروق مش هيخاف، هيبقى عادل ومش هيخاف. انت محتاج القوه ومحتاج العدل، فنات موجوده، فنات موجوده عندك مدرب كبير اهو قاعد معاك ما شاء الله. خد بالك اللي اقصده ان مشكلتنا ان احنا القوي الامين، انما هتجيب الضعيف اللي يسمع الكلام اللي جامد اللي له خد ده وما تاخدش ده، ما ينفعش يعيش في مصر. معلش مع احترامي الشديد ده في منظومة الكرة كلها يا كابتن، منظومة الكرة كلها محتاجة حد كده، حد قوي كده. طبعا منظومة الكرة انت ما انت عارف اللي بيتحكم في السوق مين احمد، وفي نفس الوقت في حاجات كتيرة جدا بحاجات، لكن في ناس بقى حرة وناس قافلة نفسها، هي تعبانة طبعا ماديا، لكن خلاص كل واحد وشخصيته هنعمل ايه؟ ده حقيقة. ف يعني الأمر محتاج قوة، محتاج عدل، محتاج تنظيم، محتاج اداريات. في مدربين مظلومين يا كابتن، رغم ان هم يعني كفاءه لكن عشان ما فيش علاقات ما لهمش سماسره بتاع مظلومين يا كابتن. يا استاذ بريق المظلومين في مصر اكتر من اللي بيشتغل المدربين. طبعا مدربين كتير وشاطرين وزي الفل ورجاله وعندهم كل حاجه كويسه، لكن الموضوع مش موضوع كده في مصر خالص. انت عمرك ما بتجيب مدرب ابدا بالعقل وبالورقه والقلم بالخبرات بالحنك بحاجات كتيره جدا، انت بتجيبه خلاص يا راجل. ده المدرب ده في مدربين نزلوا فرق وبيجيلوا عروض اكتر من المدربين اللي نزلوا فرق. عندك حق يا كابتن في دي نقطه مهمه، نقطه مهمه دي. بيسيب فريق تاني يوم بيمرن فريق تاني. معايا يا كابتن؟ طيب واضح ان هو كابتن زي ما قال على الطريق كده، فالشبكه بتروح وتيجي. طب نرجع كابتن احمد لتصريحات تريزيجيه وحديثه على انه المنتخب ده قدامه فرصه تاريخيه، وزي ما قال الكابتن ربيع بيتكلم انه يعني الناس عندها ثقه في التصفيات المؤهله لكاس العالم، انه المنتخب يعني ان شاء الله فرصه كبيره جدا للتاهل، مش هنقول محسومه، كره القدم يعني لا تعترف باي ثوابت، لكن الناس شافت التحدي الاكبر اللي هو القادم، هو بطوله امم افريقيا ان شاء الله، وزي ما نشوف بكره القرعه. نتمنى ان شاء الله يكون يعني قرعه يعني زي ما قلنا كده يعني تبقى يعني مش متعبه للمنتخب في دور المجموعات. شايف حضرتك انه ماتشين بكره، ماتش بكره او معسكر الامارات وماتش الجزائر، هي بدايه الاعداد الحقيقيه لبطوله امم افريقيا والتصفيات المؤهله لكاس العالم؟ انا شايف ان الاعداد بدا من وقت ما الراجل مسك خلاص. هو وكان طبيعي احنا كنا في الطبيعي انت هتصعد، كان دايما الشكوى يعني ده اخر معسكر، قال لك انا يعني مش راضي، انا رغم ان انا بفوز في ماتشات لكن انا مش راضي عن المعسكرات وتوقيتها. لا مش راضي، دي بتاعته هو اللي يقرر وهو اللي يقول وهو اللي يعمل. هو انت ماسك منتخب مصر، انت مدرب كبير جاي ماسك منتخب مصر، انت اللي تقرر وتحط اسس وقواعد الناس كلها تمشي عليها. انت في الاخر هتتسال، انت هتتسال وانت قراراتك كلها بيتهيال او طلباته كلها لو قال عايز كذا هيحصل هيتعمل له يعني اللي هو عايزه، فهو قراراته عشان بس ما نخشش في قصه ان اصل اللعيبه ما بتروحش المنتخب، اصل النادي الاهلي خد اللعيبه، اصل مش عارف. هو في الاول وفي الاخر قراره هو، ومش مشكله الاهلي او مشكله الزمالك او مشكله اي نادي، هو كل نادي بيدور على مصلحته والمنتخب برضه بيدور على مصلحته. هو انت تاخد قرار قول انا مش همشي اللعيبه، لكن انت اتفقت مع الناس ان انت هتمشي اللعيبه وتعمل، واعلنت ان انا لا انا ممكن مفاجاه وبعد كده الاربعه انت ما تشتكيش من حاجه طالما انت ارتضيت بيها خلاص، ما تطلعش تشتكي. نفس الكلام اللي بنقوله على الناس عارفه في انتخابات الزمالك، هتيجي تلاقي مشاكل، لا انت برضو عندك مشاكل وانت اللي بايدك، انت عندك رفاهيه اللي انت تختاره وتقول عايز معسكر كذا وعايز العب ماتشات كذا، وعندك وقت يعني. وبيتهيألي هو الراجل عشان برضو ما نبقى ظالمينه في حاجه، هو الراجل شغال كويس الصراحه من فتره ما جه. انت بتتكلم على كاداء برضو وكتطور للمنتخب احسن من الفترات اللي قبل كده. انا بقول لك يعني انا بدات ب 59 لاعب والنهارده 36، يعني بقول لك انا راجل كنت عامل قاعده كبيره وبدات دلوقتي يعني ايه
يعني احاول يعني ما هو يقلل الطبيعي اللي هو هيقلل هو في الاخر هيروح البطوله ب 23 لعيب ولا واتكلم كمان ان هو بكره الناس لما بتساله على التشكيله قال لك انا عندي 11 لاعب اي واحد فيهم ممكن يعني يبدا المباراه حسب مركزه. فانت متوقع بكره كابتن التشكيل ده هو نفس التشكيل هيلعب بيه ماتش الجزائر ولا هذا يعتبره بروفر ماتش الجزائر ويبقى التركيز لاوراق الربح هتبقى كلها في الماتش الجزائر؟ هو بص انا يعني اعتقد ان هو بكره هيشتغل هيدي بعض الناس اللي هي مش هيلعب فول تيم بكره زي ماتش الجزائر. يعني ماتش الجزائر هيريح ناس لماتش الجزائر ممكن او يدي ناس بعض الوقت في بدايه الماتش ممكن لعيبه تاخد شوت لعيبه تاخد 60 دقيقه وبعدين يريحهم عشان يبدا بيهم ماتش الجزائر. لكن هو تشكيله الاساسي هو واضح للناس كلها من بدري. احنا زمايلنا جاي التشكيل ده وحضرتك لو ليك ملاحظات فيه ولا حاجه تقولها. التشكيل الشناوي محمد حمدي علي جبر عبد المنعم محمد هاني وطارق حامد وزيزو طبعا محمود حماده ده يعني اساسي ما بيتغيرش صلاح ومصطفى محمد تريزيجيه او مرموش محمد حمدي وعلي جبر عبد المنعم وهاني وفي نص الملعب طارق وزيزو وحماده وصلاح ومصطفى محمد تريزيجيه او مرموش. صلاح ومين؟ ومصطفى محمد. مصطفى وتريزيجيه او مرموش. مرموش. بص هو ده يعتبر التشكيل الاساسي بس انا اعتقد اللي هو هيحط حمدي فتحي مكان محمود حماده كتشكيل اساسي. انا بكلمك بقى على ماتش الجزائر هو الشكل ده اللي هيلعب بيه ماتش الجزائر او ممكن يلعب بيه ماتش الجزائر الشكل ده بالظبط. يعني هو بيلعب 4-3-3. يعني هو هيلعب بنفس الطريقه برضه 4-3-3 قدام هو 4-3-3 هو بيلعب بالطريقه بتاعته 4-3-3 على طول. الماتش اللي فات الناس شافت هو ما بدا شكل الفرقه غلط وحط باك ليفت حط كان حاطط مين بيكهام باك ليفت كان حاطط بيكهام في حته الباك ليفت ديت وبعد كده غير عشان ظروف يعني بعد كده غير وحط بعد كده لعب 3 تحت وبعد كده راح زائد الناس عشان ظروف الناس اللي محمد حمدي اتصاب والاصابات والغيابات وفتوح اتصاب في المعسكر فهو ما كانش عامل حسابه على كان جاب محمد حمدي بعد محمد اللي هو اللعيب بتاع انبي اسمه محمد حمدي برضو ما بدأش بيه كان نزل في الاخر نزل كان هو موجود معاه يعني قصدي اللي هو ما بدأش بباكليف فلعب 3 في الماتش وطور شكل الفرقة بشكل كويس وظبط الامور بعد ما كنا في اول حوالي 20 دقيقة 25 دقيقة كنا وحشين جدا في الماتش. لكن هو بيلعب 4-3-3 صريحة واعتقد التشكيل ده الاقرب بالنسبة له صلاح ومصطفى ومرموش هم الثلاثة مع لهم ماتش زامبيا. لا انا بقول التشكيل ده مش عشان الاول خلينا ماتش زامبيا اللي هو الاقرب يعني انا بكلمك على التشكيل الاساسي عموما للراجل في الفترات اللي فاتت يعني مع ضيق الوقت هيبدا يعني هيهدي لنفس المجموعة الماتشين ولا هيبدا هيضم عناصر جيدة في ماتش زامبيا؟ هو انا برضو يعني انا برضو حتة ان وجود علي جبر هو الراجل اللي حاطط علي جبر كلاعب خبرة موجود بس انا اعتقد ان هو كان لازم يدخل وجه جديد اخف شويه في السرعه وفي الحركه وفي الحاجات دي. علي لعيب طبعا كبير ولعيب خبره ولعيب عنده خبرات كبيره جدا مع المنتخب في فترات كبيره في كاس العالم وكاس الامم برضه قبل كده. لكن اعتقد ممكن يبقى وجود ياسر ابراهيم او احمد سامي اخف شويه في الحركه في الحته الدفاعيه ويبقى فيه سرعات بشكل كبير في الماتشات اللي بعد كده. لكن نص الملعب اعتقد برضه هو هيفكر في مروان عطيه هيفكر في النني ممكن تلاقي النني بيبقى موجود بشكل اساسي لعبها قبل كده هو وطارق وزيزو لاعب النني برضو ناحيه اليمين ثالث في نص الملعب وطارق حامد كان في النص وزيزو ناحيه الشمال الثلاثه كلاعب الثلاثه زيزو شايفه كابتن يعني اكتر يعني مركز يعني بيجيد فيه يعني هو المنتخب برضو لما بيبتعد عن مركزه المعتاد عليه ما بيظهرش بنفس المستوى اللي بيظهر فيه في نادي الزمالك. لا هو زيزو هيلعب بشكل كبير في مركز 8 ده اللي هو بيلعب فيه كصانع لعبه في نص الملعب هو عشان ناحيه اليمين اصلا انت بتتكلم في مصطفى محمد صلاح وبعدين مصطفى فتحي. الصراحه مصطفى فتحي برضه عامل موسم كبير جدا لكن زيزو الراجل بيستفاد منه حتى في الزمالك اتوقع دلوقتي يلعب يعني ما يبداش يمكن بصلاح يعني يبدا بمصطفى
هو ممكن على اساس اللي هو على اساس اللي هو صلاح يلعب ماتش الجزائر ده وارد جدا، لكن انا بكلمك على زيزو شخصيا. هو الراجل حتى اوزوريو بيلعبه في نص الملعب، ما بيلعبوش يلعبوا كصانع لعب. وهو زيزو يقدر يتحكم في اداء اي فرقه، ويقدر يستحوذ على الكره بشكل كويس، ويقدر يخرج في من المساحات الضيقه في نص الملعب. يقدر يخرج من المساحات في المساحات الضيقه في نص الملعب، ويقدر يفيد اي فرقه في حته صناعه اللعب ديت. مع وجوده طبعا ك ك ك كراجل بيلعب على الجون بشكل كويس، يبقى عنده زياده عدديه كبيره. انت لو بصيت للاعيبه نص الملعب في منتخب مصر كلهم، مفيش حد عنده الحته الهجوميه زي زيزو اصلا. هتلاقي مروان عطيه الحته الدفاعيه، طارق حامد نفس الكلام، النني برضه نفس الكلام، حمدي فتحي ممكن شويه حته هجوميه عنده نزعه في كور ثابته في التكمله في الحاجات دي كلها. ومحمود حماده برضو نفس الكلام، لعيب وسط ملعب بيأدي بشكل كويس، لكن برضو ما عندوش تطور هجومي بشكل كبير. يعني مصطفى محمد ما شاء الله، يعني كان يعني بدايه الموسم ده كان يعني مكسر الدنيا في الدوري الفرنسي، والناس خلاص ان شاء الله متوقعه انه محمد يعني حط رجله على طريق الاحتراف الصحيح، وان شاء الله نشوفه كمان في فرق اكبر. بس بعد ما كان جايب الجون العالمي اللي كان جابه ده من الفاول، الناس هنا كانت متوقعه يعني في ادائه في منتخب تونس يبقى افضل من كده، ولا هو كان ظروف الفريق كله ما يساعدش بصراحه على الاداء يبقى يطلع اكتر من كده؟ لا، هو انت موضوع منتخب، انت بتلعب في شكل وليفل، وده ليفل تاني خالص. برضو انت بتتكلم في الدوري الفرنسي، دوري برضو من الدوريات الخمسه الكبرى، دوري محترم يعني، حاجه محترمه. لكن في الاخر انت بتلعب مع منتخب مصر، هو الاداء في اليوم كله فرقه ما كانوش موفقين خالص، كنا بعيد عن المستوى تماما، ما كانش في حاجه بتوصل له بشكل كبير يعني، ما كانش في هجمات خطيره لمنتخب مصر بشكل كبير جدا. لكن انا شايف ان مصطفى برضو مستواه ثابت، اكتر لعيب في المنتخب مستواه ثابت في الفترات اللي فاتت الصراحه، حتى مع المنتخب او مع النادي بتاعه هو ما فيش تذبذب، هو بيأدي اللي عليه بشكل كبير جدا. هو فعلا حاطط رجله بشكل كبير في بدايه الموسم على طريق الاحتراف، اتمنى اللي هو يبقى موجود، تواجد في الدوري الاسباني، تواجد في الدوري الانجليزي برضه. دي يعني بمناسبه الكلام عن الدورات الكبيره، كمان المره دي التوقف الدولي يعني بيشهد اهتمام كبير، لانه هبقى في قمم كبيره كابتن، يعني قمم منتظره كبيره، عندك هولندا وفرنسا وانجلترا وايطاليا. خلينا نطلع تقرير عن القمم منتظره في التوقف الدولي، ونرجع نتواصل فيها ونعقب معاه على الماتشات القويه اللي هي مترقبه في اجتهاز التوقف الدولي. اهلا بكم من جديد، كل الشكر للزملاء في الاعداد والاخراج على هذه التقارير المميزه. انا هاخد الكابتن احمد جزئتين من التقرير عن موسم اقاله المدربين وتالق او رؤيتك للمحترفين وتاثيرهم على الدوري، خاصه ان هم يعني اجمالي 22 هدف حتى الان تم تسجيلهم. موسم اقاله المدربين بدا بدري، هل هتوقع حتى في الاقاله يبقى موسم كراسي موسيقيه زي السنه اللي فاتت، مدرب يسيب النادي فريق بكره نلقاه بيفاجئ ان هو بيلعب ضد فريقه وهو بيتولى المسؤوليه لفريق اخر؟ هو الاغرب بقى في الموضوع يعني في حته الكراسي الموسيقيه، ان النهارده بتلاقي المدير الفني اللي هو بي بي ما بيتوفقش، خلاها ما بيتوفقش مع فرقه، مدير تاني فني تاني ما بيتوفقش مع فرقه بيبدله في نفس الوقت، يعني ده يروح هنا وده يروح هنا، دي غريبه جدا طبعا. حصل مع الكابتن احمد سامي، سامي فاتت سيراميكا، راح سموحه، والكابتن طارق عاشري ساب سموحه وراح فاركو. لا، هو الموضوع الموضوع يعني الموضوع مش، انا شايف هتتوقع انه يتكرر السنه دي؟ يعني اتوقع، بس انا شايف ان الادارات بتدي فرص بشكل كبير، ادارات في ادارات واعده بتقدر تدي فرص لناس جديده. برونو روماو اول الضحايا، ما استحملش عليه الثلاث ماتش. هو انا شايف اللي هو مش جديد على الفرقه، هو كان موجود مع الفرقه قبل كده، هو مش جديد على الفرقه، والناس واضح اللي هو كان يعني كان في مشكله فنيه في الملعب في الاداء في الثلاث ماتشات. انا كنت شايف ان هو كان لازم اول الناس يتغيروا، في مدربين مصريين كتير جدا. ده خد 100,000 دولار هو ماشي كمان، يعني كان انا بكلمك في الجزائر، خد 100,000 دولار. انا بكلمك في شكل الاداء بتاع فاركو على المستوى بتاع اللعبه اللي موجود. لا، هو ما بقى يقدوش بشكل كويس الصراحه، واختيار موفق جدا اختيار كابتن خالد جلال الفتره ديت، يعني مدرب من المدربين برضو اللي انا كنت مستغرب اللي هو قاعد ما اشتغلش بعد البنك الاهلي، عمل طفره كويسه مع البنك الاهلي وكان مخليهم دايما في مكان كويس، لحد ما طبعا انت عارف البنك الاهلي السنه اللي فاتت هو يعني كان طبعًا بينافس على الهبوط لحد رغم ان البنك الاهلي السنه دي دعم صفوفه، ورئيس النادي اتكلم عن احنا
هدفنا بنفسك لسه حتى الان ما ظهرش. ثلاث هزايم برضو في كلام كبير جدا على الراجل اللي هو ما يبقاش ممكن موجود. ممكن بفصله ما يكملش. هو طبعا يعني هم لو كانوا بيفكروا يغيروا اعتقد يعني اللي هم هيستقروا كان شويه. كان مستني، احنا كنا متوقعين كابتن خالد جلال. لا هو لو هم فكروا يغيروا كانوا هيغيروا في الفتره ديت، كانت اكتر فتره لاي فرقه عندها تذبذب في المستوى او بيفكر اللي هو غير هيغير في فتره توقف. فانت في فتره توقف تاني في شهر 11، فلسه نستنى يعني المنتخب هيلعب في شهر 11 ماتشين، فهتلاقي في فتره توقف ممكن الفتره ديت تلاقي تغييرات ضحايا جديده. طب المحترفين يا كابتن والادائهم وتسجيلهم يعني عدد لا باس به بالاهداف، مين اللي شد انتباهك من المهاجمين؟ انا اللي شدد انتباهي طبعا مبولولو بشكل كبير جدا من السنه اللي فاتت، عامل اداء كبير جدا، وبرستاوي نفس الكلام. ممكن مبولولو تشوفه في الاهلي او الزمالك السنه الجايه؟ ما اعتقدش هو الاهلي والزمالك هيدفعوا المبلغ دوت اللي هو مطلوب فيه 30 مليون كبير. لا مش 30 مليون، اكتر شويه يعني، يعني ممكن يبقى اكتر شويه، فما اعتقدش ان هم هيدفعوا المبلغ دوت فيه. لكن هو يستحق يعني، مهاجم كبير جدا، مهاجم قوي شرس على المرمى بشكل كبير جدا، غير اللي هو شرس هو متحرك ولعب كوره كمان، دي صعب تلاقيها في فراوده كتير. ممكن في مهاجم متحرك قوي هداف، لكن هو بيجمع صفات كتير جدا مع الكوره ديت، اللي هو يبقى لعيب كوره يحل في المساحات الضيقه ويقدر يلف في مساحات ضيقه ويجيب اهداف، دي ميزه قويه موجوده فيه. طبعا بالاضافه يعني تألق برستاو مكمل بقى من السنه اللي فاتت، مستوى من السنه اللي فاتت هو فارق جدا مع الاهلي من السنه اللي فاتت، السنه دي ماشي بشكل كويس. هقول لك مين تاني من المحترفين. مودست، برايك في مودست بدنا نتكلم عليه؟ لا لسه برضه انا ما اعتقدش اللي هو يعني هيبقى بالاضافه الكبيره للنادي الاهلي. هو طبعا كسي في لعيب كبير طبعا في الاساس، وادى بشكل كبير جدا في الدوريات اللي لعب فيها، لكن هو انا شايف ان الريتم بتاعه مش هيمشي مع الريتم النادي الاهلي. رتم النادي الاهلي بيلعب بسرعه اكتر، وهو ممكن الكره تيجي عنده شوية. بتهدى او الريتم بيهدى، وهو برضو من نوعيه المهاجمين اللي هو مهاجم 18. الاهلي خصوصا محتاج فيرود متحرك. بس بشوفه كبير. يعني اداؤه برجله برضو بطيء يعني، حتى مش لا انا بقول لك هو الاهلي محتاج فيرود يعني. انا شايف ان محمد شريف ما بينزلش، المنافس مناسب جدا لطريقه لعب النادي الاهلي، وكان فارق بشكل كبير في التحركات في الحاجات ديت. والاهلي عايز فيرود متحرك اكتر من اللي هو فيرود تقيل شويه. والاهلي اصلا عنده التحولات الهجوميه كمان تبقى بشكل كبير، اللاعب يبقى بالشكل دوت ما اعتقدش يعني، والله اعلم يعني، ممكن يكون لسه ما جهزش بشكل كبير. طب بالحاج بقى والسنه دي والتهديف يعني اعتقد جاب 3 اجوان، وشفناه السنه اللي فاتت مع الزمالك يعني ما جددش اعارته. انا شايف ان برضه هو يعني بالحاج لعيب تقول عليه لعيب كويس، لكن هو لعيب برضه مش لعيب سوبر بالنسبه للمحترفين اللي موجودين في الدوري المصري. واعتقد ان هو رحيله من الزمالك حتى لو كان ادى بشكل احسن برضه كان لابد منه. نادي الزمالك لازم يبقى عنده محترف اقوى من كده، لكن هو هتلاقيه ماشي بشكل كويس مع الجونه بشكل زي كبير، زي ما كان ماشي مع اسوان. هو ممكن الليفل ده اللي لعب فيه. اجانب مستواهم نزل يا كابتن السنه دي يعني عن ما انت لسه الجزيري طبعا. الجزيري لسه ما استعادش المستوى لسه، بس انا واثق جدا في الجزيري ان هو لعيب كبير ولعيب هداف ولعيب متحرك. لكن اعتقد ان الراجل اللي مش مديله فرصه، او الراجل دايما مش مديله الثقه الكبيره اللي كانت موجوده من فيريرا قبل كده، او استبعاده في ماتش قبل ماتش مهم. لا سيبك من استبعاده، ماشي ممكن يكون الراجل كان عنده وجهه نظر في حته ان هو اي حد هيشتكي او اي حد هيتكلم في الفلوس في الفتره ديت مش هيبقى موجود. لكن هو الراجل بيستبعده او بيغيره دايما اول تغيير في اوقات الزمالك بيبقى محتاجه جدا، فالراجل تحس اللي هو مش مهتم. او هو الراجل اتكلم في قبل كده في المؤتمرات ان هو ما يحبش الفيرود اللي هو فيرود في الصندوق في الحاجات، عايز فيرود متحرك. فيرود يعني في ماتش لعب باوباما 90 دقيقه، ماتش المقاولين لعب باوباما 90 دقيقه راس حربه، وما يعني الجزيرة ما كانش ليه دور في الماتش، كان موجود هو وناصر منسي بره، وحتى ما نزلوش تغييرات. لكن هو الراجل ما بيدورش على الشكل ده. فاعتقد ان سيف لسه برضه لسه ما اداش كل اللي عنده نفسيا اكتر من فنيا يعني. طب استعرض معاك بعض الاخبار السريعه كده واخد رايك فيها. طبعا في كانت لجنه التخطيط مع كولر استقروا على انه اهم مراكز محتاجه للتدعيم في موسم الانتقالات الشتويه مدافع وظهير ايسر، ومن ضمن الاسماء المطروحه احمد رمضان بيكهام ومحمد شكري في الدفاع والجبهه اليسرى. في حد تاني مطروح؟ تسمع عن حد تاني؟
لا ما فيش تاني؟ مطروح في اسكندريه. مفيش حد تاني كده من الاسماء سامع عنه؟ لا هو هو طبعا انت عارف الاعلام كله بيتكلم على احمد فتوح يعني. الناس بتتكلم على احمد فتوح كان احمد فتوح مثلا بيلعب في نادي في الشارع يعني. والاعلام ده للاسف يعني الناس بتتكلم والناس بتطلع تطرح ان الزمالك، محدش يقدر يقول ان الزمالك مثلا هيخش في مفاوضات مع علي معلول وهو عقده بيخلص، حد يقدر يقول كده؟ ولا لا. محمد عبد المنعم ولسه فتره انت بتتكلم ولسه اصلا الفتره ما دخلتش فيها والاعلام بيطلع يتكلم كده علني يعني. فالموضوع الموضوع صعب جدا الكلام فيه يعني. او بس انا يعني من ضمن الكلام على فتوح يعني جاله عرض كويس من بيراميدز برضه، لكن هو راجل متمسك حتى الان بنادي الزمالك، واعتقد انه كل كما يتردد عن رحيل فتوح او انا اعتقد برضو عرض بيراميدز ده كلام برضو لسه كلام لسه لان بيراميدز عنده الاثنين لعيبه موجودين في المكان ده. بس فتوح في اي مكان الكابتن يعني، أيوة يعني عروض شيء طبيعي. انت بتتكلم شيء طبيعي ان فتوح يجي له عرض من الاهلي، عرض من بيراميدز، عروض خليجيه، لانه فتوح ما انا بكلمك انت يستاهل. بتتكلم في بيراميدز ليه؟ هو بيراميدز هيجيب باك ليفت ليه؟ عنده اثنين لعيبه منتخب اصلا، تمام. واللعيب اللي يعني محمد حمدي لعيب اساسي على فتوح في المنتخب دلوقتي بقى له فتره كبيره، فاكيد بيراميدز مش هيفكر ان هو يجيب. والاهم من وجهه نظري انه فتوح الاخبار اللي بتجي لنا من نادي الزمالك ان هو يعني منتظر المجلس الجديد، وفرص استمرار فتوح مع الزمالك كبيره جدا. اعتقد ده الاقرب يعني اللي هو يكمل مع نادي الزمالك، واعتقد اللي هو عايز كده بشكل كبير فتوح، واظن اللي هو بيفكر في كتير جدا في شرط القياده هو كابتن نادي الزمالك بعد كده. دي حاجه برضو طبعا اكيد حاجه كابتن من كباتن النادي، حاجه محترمه. بكام محمد شكري شايفهم مناسبين الفتره الجايه للنادي الاهلي، خاصه انه فتره التدعيم دي بتحتاج لاعب سوبر جاهز يعني؟ هو الاهلي كان عنده خيار اللي هو يرجع محمد شكري بمبلغ تقريبا 7 مليون جنيه، كان في بند في عقده السنه دي بعد السنه الاولانيه، مش عارف الخيار ده موجود ولا لا بعد كده. طبعا محمد شكري لعيب من اللعيبه الكويسه، من اللعيبه في حته الباك ليفت دي لعيب كويس، وهو ابن النادي الاهلي اصلا يعني فيقدر طبعا. بيكهام ما اعتقدش ان الراجل اصلا، مش عارف يعني ان الراجل في البدايه هو يعني السنه دي لحد اخر يوم كان بيتقال ان بيكهام هيبقى موجود وهيبقى مع النادي الاهلي، لكن بيتهيألي لا مش صعب. مش هيبقى صعب يعني برضو، والراجل نفسه مش مقتنع بالموضوع يعني. طب برضه كان بالنسبه لازمه علي معلول والسفر، اعتقد ان اداره النادي الاهلي توصلت لحل انه اللاعب هيسافر على طول من طوكيو لتنزانيا على اساس يكون جاهز لمواجهات النادي الاهلي في مباراه سيمبا. طبعا بيرستاو هيرجع يوم الاحد بعد اعتذاره للمنتخب عشان يسافر مع النادي الاهلي من القاهره. طبعا مصطفى شلبي يعني اقرب الزمالك بيقترب من تعديل عقده، لان هو يعني مصطفى شلبي بدا يستعيد كابتن يعني فورمته ومستواه شافه مع نادي الزمالك. تعديل عقده لايه؟ لا يعني ان يعدل عقده الموسم اللي جاي. يعدله يعني يرفع العقد؟ يعني يعدل العقد. بس هو مصطفى لعيب من اللعيبه الكويسه، وانا انا بحب مصطفى على المستوى الشخصي كلعيب يعني، كلعيب في نادي الزمالك الفتره الاخيره كمان. هو اتظلم السنه اللي فاتت، ما عملش فتره اعداد بشكل كويس خالص، دخل في متاخر وكان الامور مش ماشيه بشكل كبير مع الفرقه، لكن حته تعديل عقده الموضوع لسه بدري عليه. هو وعنده 4 سنين اصلا، هو عقده كبير في الاساس يعني، فانت هتعدي العقد وهتوديه لحد فين؟ هتجي لسه اصلا المردود الفني اللي الطبيعي يطلع منه ما طلعش كله يعني. هو ما قدمش مثلا من 50 60% من مستواه مع انبي ولا 50%، هتعدي العقد على اساس ايه؟ وهو عقده اصلا عقده في الاساس كبير. فانت هتعدل في ايه؟ طب مين اللعيبه لحد دلوقتي يا كابتن شد انتباهك حاسه ان هو اتطور في نادي الزمالك او بدا يعني يظهر بمستوى يعني حتى يستعيد مستواه، مش هنقول يعني يتطور مستواه، يستعيد مستواه يعني؟ انا دلوقتي بالنسبه لي انا شايف ان حمزه المسلوسي من اهم اللعيبه للزمالك السنه دي، في من بدايه الموسم لحد دلوقتي هو اكتر لعيب مادي بشكل صراحه كبير. المدير الفني قال من الاول، قال انا بعتبره من افضل اللعيبه في الدوري المصري. لا هو حمزه كلعيب كمان في التوظيف الجديد كمدافع او سيرد باك في طريقه ثلاثه كمان، هو لا غنى عنه. في لعيب بيستجيب بسرعه يا كابتن. هو كمان لعيب مهاجم، لعيب دولي من قبل كده، ولعيب مهم وعنده سرعات وفي الحته الدفاعيه كويس جدا، ففارق كتير جدا. فهو مستواه بشكل كبير. شايف برضو اوباما داخل بشكل كبير جدا مع نادي الزمالك، مع الريتم الفرقه، مع كمان تصريحات الراجل على اوباما، وكمان طريقه اللعب اللي الراجل بيلعب بيها، واللي هو عايز يلعب بفيرود متحرك
وهو الاقرب اوباما، وجربنا في ماتش المقاولين هو الراجل لعب اوباما 90 دقيقه والراجل بيتكلم عليه بشكل كويس، وهو الوحيد اللي يقدر يلعب فيرويد وما يبقى في نفس الوقت متحرك. وممكن يكرر اللي عمله في الكونفدراليه الماتش اللي فات وتالقه ده، هو ممكن يكون يعني زي ما قبل كده كان في الكونفدراليه هدف ليه ان هو السبب يخلي الزمالك يفوز بالبطوله، ممكن يكون اوباما برضو احد الاسباب اللي الزمالك حقق الفوز بالكونفدراليه. هو بص انا ما عنديش شك في امكانيات اوباما، وانا طول عمري بتكلم عليه، الامكانيات موجوده طبعا مليون في الميه. بتتكلم برضو يعني انا هنقلك مثلا للاهلي حسين الشحات في بدايه عقده من جمع النادي الاهلي كان موفق جدا، مشي بشكل كويس، قعد سنتين او سنتين وشويه لحد اخر عقده واخر ست شهور في عقده رجع وتألق، والناس كانت بتطلب اللي هو يمشي، رجع وتألق، هو كان سبب من اسباب فوز الاهلي بافريقيا السنه اللي فاتت والدوري برضه، حسين كان عامل اداء كويس، فما فيش خلاف على امكانياته، هو التركيز والفورمه. فدي بالنسبه لاوباما، اوباما عنده موهبه كبيره جدا، لعيب قوي، لعيب هداف، لعيب يعني عنده امكانيات كبيره جدا، بس هو لحد دلوقتي نادي الزمالك استفاد منه مثلا بنسبه 30-40% بس في السنين اللي قبل كده، لكن السنه اللي فاتت او اللي قبلها نادي الزمالك ما استفادش منه. فبتمنى ان اوباما يبقى في مستواه، لو هو اوباما في مستواه هيفرق كتير جدا مع هجوم نادي الزمالك واداءه وشكل نادي الزمالك. يعني شيكابالا اللي احنا بنقول شمس شيكابالا لا تغيب في الزمالك 37 سنه وما شاء الله السنه دي يعني الناس حاسه ان هو شيكابالا اللي يعني بيستعيد جزء كبير من فورمته وتألقه. شيكابالا مهما اتكلمنا عنه مش هنديله حقه بالنسبه للفترات الكبيره اللي لعبها في نادي الزمالك، اداء بشكل كبير جدا في اوقات كتير جدا بيبقى حاسم، الناس كلها بتبقى حاطه ان شيكابالا النهارده ملوش دور، شيكابالا النهارده لازم يطلع، شيكابالا النهارده مش عارف ايه، النهارده انت بتتكلم على اخر هدف ليه، بتتكلم في يعني تفاصيل الهدف اصلا كلها محدش متخيلها ومحدش متوقعها. صح. مش هتحصل الا من لعيب موهوب، لعيب كبير، لعيب عنده خبره، والكره اولا كره فاول اتحطت اتلعبت بسرعه، كره تحت رجله من مسافه بعيده بالتركيز والقوه وفي الوقت دوت، لا دي حاجه تحسب لشيكابالا اللي هو بيقدر يشوط بالقوه ديت والتركيز دوت في الوقت ده، وناخد القرار في التوقيت دوت ان هي هجمه هتضيع مني ممكن تخسرني الماتش او تطلعني الماتش متعادل، لا هو قرار بالنسبه لشيكابالا قرار لعيب كبير. غير بقى طبعا الفترات اللي فاتت تاثيره مع نادي الزمالك في السنتين اللي الزمالك فاز فيهم الدوري كان ليه تاثير كبير جدا، وتاثير كبير جدا على اللعيبه اللي موجوده. انت النهارده بتتكلم في ماتشات الناشئين، النهارده شيكابالا الصبح يتواجد يبقى موجود، اللعيبه بتحرز كلها بتروح له، لعيبه صغيره ماتشات السله انت بتتكلم، هو بالنسبه لنادي الزمالك هو ايقونه كبيره في تاريخ نادي الزمالك ولعيب اسطوره في تاريخ نادي الزمالك كلاعب كره حريف وكموهبه وكواحد ليه تاثير في شعبيه نادي الزمالك الصراحه، وبتمنى له التوفيق واتمنى له الاستمراريه طبعا، واتمنى ان هو يبقى بعد كده كادر كبير لنادي الزمالك يقدر يبني عليه مستقبل كبير جدا لنادي الزمالك في, في 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 الداخل يعني بالنسبه لنادي الزمالك من الداخل. انا راجل الاهلي، تتوقع ان الاهلي تستمر الثلاثيه لغه رسميه ليه الفتره اللي جايه؟ تستمر ايه؟ الثلاثيه لغه رسميه ليه؟ فوز بالاهداف في الثلاثيه؟ تبقى هي اللغه الرسميه المستمره للاهلي في ظل هو اللي فارق مع الاهلي القوي. الاهلي بيقدم مستوى كويس الصراحه الفتره، مستوى قوي الفتره اللي فاتت، عنده استمراريه، عنده لعيبه بتقدر تادي، وعنده كمان اللي هو كسبان بطولات الفتره اللي فاتت مدياله ثقه بتخلي الراجل يلعب في التشكيل، ما فيش فروقات كبيرة، وده اللي أنا بقوله دايما على الأهلي، ما عندوش فروقات كبيرة في مستويات لعيبة. يعني النهاردة لو بتتكلم على 3-4 لعيبة في الأهلي هم اللي ممكن تقول لو اتشالوا يبقى في مشكلة. النهاردة مثلا إمام عاشور يعني فرق مع النادي الأهلي وتألق، إمام عاشور، بيرسي تاو، محمد عبد المنعم، الشناوي، الفروقات ممكن تكون بعيدة بينهم وبين بين بين أي حد تاني بديل ليهم، لكن الباقي هتشيل ده هتحط ده هتشيل ده هتحط ده، مفيش فروقات خالص في الموضوع، لكن هم دول اللعيبه اللي فارقين مع النادي الاهلي بشكل كبير، وفي الشكل وفي الاداء وفي سرعه الاداء كمان، وده اللي بيخلي الاهلي متفوق في اوقات كتيره جدا. لو الاهلي في بدايه الماتش بيحرز هدف بيبقى عنده افضليه كبيره اللي هو يقدر يحرز اهداف، وكمان في السرعه بتاعه لعيبه النادي الاهلي، وهو ده اللي كنت بتكلم من شويه على موديست مش هيتماشى مع النادي الاهلي عشان حته السرعه والحاجات المرتده والمساحات اللي الاهلي دايما بيلعب فيها. طب انا عاوز اقول لك سريعا كده لدوري المحترفين، مواجهه ساخنه والناس كلها بتتكلم عن يعني مواجهات قويه،
في بعض الفرق زي بتروجيت راجع متصدرة، لافينا اللي حضرتك بتقوده برضو متألق، المحلة اللي هو يعني كان بيحاول العودة تاني للدوري. هل دور المحترفين يا كابتن أحمد نجح انه يجذب جمهور زي ما احنا شايفين بنشوفه في البرومات هنا؟ يعني أندية كبيرة وأندية لها تاريخ، شايف المنافسة في دور المحترفين ازاي يا كابتن؟ أنا شايف اللي هو أقوى من الدوري الممتاز. أقوى من الدوري. أقوى من الدوري الممتاز وندية كبيرة وأندية جماهيرية وأندية مؤسسات بتصرف بشكل كويس وعندها استقرار. بتتكلم في أندية، لو عديت لك الأندية أصلا اللي ممكن يصعدوا هو فرقتين يعني هتصعد، فرقتين هيصعدوا دايركت، وبعدين فرقة هتصفي مع ثلاث فرق طالعين من تحت على البطاقة الثالثة اللي هي تصعد للدوري الممتاز. أنا لو عديت لك الفرق أنت بالترتيب أهو كده، بتروجيت، لافينا، غزل المحلة، حرس الحدود المصرية، اتصالات وادي دجلة، السكة الحديد، القناة، ومعاهم مثلا الناس اللي ممكن تبقى قوية، معاهم طنطا، معاهم ابو قير للاسمدة. انا عديت لك مثلا دلوقتي حوالي تسع فرق يعني بتتصارع على بطاقتين، وتدخل معاهم مثلا فرقة بروكسي برضو من الفرق المحترمة اللي ممكن بتصرف بشكل كويس، يقدروا ينافسوا اي حد فيهم يصعد، مفيش مشكله خالص. المواجهات بتبقى قويه جدا، الماتشات صعبه جدا. يعني انا مثلا الاسبوع الجاي انا عندي مواجهه على ملعبي مع بتروجيت، لاعب اول وثاني هيلعبوا بعض، هو قمه المجموعه بتروجيت ولافينا مع بعض. الماتش اللي قبل اللي فات كان حرس الحدود وغزل المحله، كان ماتش قوي جدا، خلص 1-1 برده. النهارده المصريه واتصالات وحرس، يعني بتتكلم في فرق قويه جدا. يعني وادي دجله وطنطا، فكره دوري المحترفين حققت الهدف منها ان تقدم بطوله قويه، بس هل الامكانيات وهل الاهتمام بها تحقق؟ انا شايف ان في اهتمام طبعا يعني القنوات الرسميه للدوري المصري بتذيع بعض الماتشات، لو ما فيش تعارض مع الدوري المصري بتذيع بعض الماتشات، ودي حاجه محترمه وحاجه مهمه، وبتفرز للناس لعيبه. زي ما كنت بتكلم مع كابتن ربيع من شويه، مثلا عندي ثلاث لعيبه يقدروا يلعبوا في المنتخب الاولمبي حاليا. بتتكلم على احتكاك قوي تحت، احتكاك قوي جدا، محتاج المدربين المنتخبات يعني يبصوا. انا زي ما قلت لك، ما بتشوفش حد ما ظهرش كابتن حد في الماتشات اللي فاتت؟ ظهر وائل رياض شيتوس، ظهر في ماتش السكه الحديد ولافينا اول مباراه في الدوري، وظهر واتفرج واتكلم على بعض اللعيبه عندنا، ولعيبه ممكن تتضم ولعيبه تاني صغيره. اصل احنا كمان الميزه عندنا في لافينا ان احنا عندنا لعيبه صغيره في السن، لعيبه مواهب كلهم صغيرين، هتلاقي 2000 و2001 و2003 بيلعبوا موجودين في الملعب. ويعني اكبر لعيب هتلاقيه مثلا 25 26 سنه، ده كبير جدا في الفرقه، اكبر لعيب في الفرقه. فدي اللي فرقه بين لافينا واي حد تاني، عندنا مواهب بشكل كبير. لكن الدوري دوري قوي جدا، حقق فعلا، ويقدر الناس لو متابعه بشكل كبير جدا هتلاقي في نديه اكبر من الدوري الممتاز بشكل كبير. الدوري الممتاز هتلاقي كمان ثلاث فرق مثلا بينافسوا على الدوري، وبتتكلم على 8 9 فرق بينافسوا على الهبوط. انت بتتكلم بعيد، يعني صراع الهبوط تلاقي في نديه في الاخر، لكن هنا هتلاقي فوق صراع شرس جدا زي مجموعه الممتاز به السنه اللي فاتت. لحد اخر يوم الجونه ما صعدش، صعد على فيينا في اخر يوم، وبرده نفس البلديه صعد على في اخر ماتش. المنافسه كان برده زد، واما صعد كان على اخر ماتشين زد والسكه الحديد، فكان في نديه كبيره. اعتقد الدوري جدير بالاهتمام وجدير بالناس تتفرج عليه. يعني اخبار التحكيم معاكم يا كابتن؟ الامور ماشيه تمام لحد دلوقتي. طبعا في مواهب صغيره بتطلع، هم حاطين مواهب صغيره، بس انا اعتقد ان في ماتشات هتبقى محتاجه حكام، يعني مش تقليل طبعا من الحكام الصغيره، في حكام ماتشات هتبقى محتاجه، ماتشات فيها ضغوطات كبيره جدا، الماتشات الجماهيريه. بتتكلم النهارده في تروح اي حد يروح ملعب شبين، الامور مش هتبقى سهله. اي حد يروح ملعب غزل المحله الامور مش هتبقى سهله. بتتكلم في طنطا، طبعا يعني محتاجه حكام عندهم خبرات شويه. يعني اعتقد ان الحكام اللي موجوده الصغيره في السن لحد دلوقتي مقدين بشكل كويس، ونواه ان هو يبقوا موجودين بعد كده في الدوري المصري. يعني افضل حاجه اختم بها الكلام مع حضرتك، الطاقه الايجابيه اللي اديتها لنا عن ان هو الدوري المحترفين ودوري قوي كمان ما يقلش قوه، ان كان الكابتن احمد قال انه وصفه بانه اقوى من الدوري الممتاز. نتمنى ان شاء الله لافراز عناصر مميزه للمنتخب الوطني، اللي هو نتمنى له كل التوفيق ان شاء الله في معسكر الامارات في ماتشين المهمين قدام زامبيا وكمان ماتش الجزائر.
كل التوفيق ان شاء الله. برضو كلنا مترقبين للقرعه ان شاء الله. المنتخب ان شاء الله تكون يعني المنتخب يعني اكيد منتخب هينافس على اللقب، مش هيفرق مع الفرق، لكن نتمنى انها تبقى قرعه متوازنه، ما تبقاش في مجموعه موت، عشان نتمنى المنتخب يكمل ان شاء الله مسيرته. كابتن احمد عيد، الف شكر لحضرتك ونورتنا النهارده، وبالتوفيق ان شاء الله يا رب في مهمتك كده في مع نادي لافينا. حبيبي مبسوط اللي كنت معاك طبعا استاذ بليغ النهارده، وفي ختام كلامي طبعا يعني بتمنى طبعا برضو الكلام اللي بدات بيه، بتمنى طبعا يعني قلوبنا كلنا تبقى مع 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 اهلنا في غزه وشهدائنا، ربنا ربنا يرحمهم جميعا ويشفي مصابينهم طبعا ويعينهم على اللي هم فيه يعني. امين يا رب. ان شاء الله بكره الاستاذ محمد شبانه يوم حافل مباراه مصر وزامبيا وكمان القرعه. سعدنا بوجودكم النهارده، وان شاء الله بكره حلقه مميزه من بوكس تو بوكس مع شبانه.